ان شاء الله كامل تكونوا بصحه جيده اليوم راح نكملوا الاجزاء الخاصه بالسجلات راح نكملوا من تمرين السادس حتى تمارين العاشر وفي نفس الوقت راح نزيد لكم زوج تمارين هذو راح نمدهم للاساتذه الجدد يعني تمرين 11 وتمرين 12 فلنبدا على بركه الله وحفظه جماعه قبل ما نبدا في تمرين ستة ما تنساوش دعمونا بلايكات وتعليقات باش نكملوا معكم الى نهايه السنه باذن الله كل سنة راني نشركم فيديو جديد روحوا تمرين رقم ستة. تمرين رقم 6 اعطانا هذا التركيب طلب منا في السؤال رقم واحد ما الطوابق سؤال رقم اثنين موظفه وظيفة دي واحد دي اثنين انيت اكس ثلاثة اكس اربعين سؤال ثلاثة اكمل تصميم منطقي وسؤال اربعة اكتب معادلة المداخل ومعادلة الشحن ومعادلة سيكا جماعة زينة وش مطلوب منكم وقفوا الفيديو وحاولوا في هذا التمرين وكي تكملوا شغلوا الفيديو وقارنوا اجابة الاستاذ باجابتكم بالتوفيق لكم ان شاء الله ها يا جماعة نبدأ ت... نحلو نحلوا تمارين رقم ستة نبدأ في السؤال الأول قال لنا ما وظيفة هذه الطوابق نكبر التركيب ومن بعد نشرحهم خطوة خطوة شوفوا معنا الطابق الأول بما أنه يحتوي على بوابات ناند منطقية ويحتوي على مقامات لتعطيل زمن شحن وزمن ويحتوي مكثفة للشحن والتفريق إذا الطابق الأول ما وظيفته وظيفته توليد إشارة الساعة ثابتة للطابق رقم اثنين باستخدام بوابات سي ام اما الطابق الثاني كما تلاحظون كم تلاحظوا جماعه يحتوي على قلابات دي اذا هو عباره عن سجل بما انه يحتوي على مداخل ارغام بروسيت سلاش ار هذه وش معناتها معناتها احنا راح بالمداخل ارغام بروسيت كلير اذا ما نوع السجل هو ش... سجل شحن تفرعي باستخدام مداخل ارغام شكون يشحنوا بالقيمه الابتدائيه اما اكس 40 او انيت e من بعدها نروحوا نشوفوا نوع الازاحه كما راكم تلاحظوا يا جماعه المعلومه من دي دي تروح كي دي من كي دي تروح لكي من كي سي تروح لكي بي من, الكي بي تروح آه من كي تروح لأ آه من ا تعاود ترجع دي, دي واش راكم تلاحظوا ازاحه نحو اليسار حلقيه اذا واش نسموا هذا السجل سجل شحن تفرعي باستخدام مداخل ارغام بريسيت وكلير نوع الازاحه ازاحه نحو اليسار دورانيه او حلقيه هيا جماعة نكتبو قبل هذه هذه هي البروسيت سلاش ار مع تفهم باللي سجل شحن تفرعي باستخدام مداخل ارغام هيا نكتبو أول حاجة واش إذا طابق طابق رقم واحد ووظيفته توليد إشارة ساعة ثابتة باستخدام بوابات نفي سي ام أو اس. بالضبط هذه البوابات هي بوابات NAND اما الطابق الثاني وش هو هو سجل شحن تفرعي باسكو استخدمت مداخل ارغام بروسيت وكلاب اذا هو سجل شحن تفرعي بمداخل ارغام ازاحه يسار دورانيه تفرغ تفرعي وظيفة, في محرك خطوة بخطوة. وظيفه التحكم في محرك خطوه بخطوه انا قلت وظيفه التحكم محرك خطوه خطوه كما راكم تلاحظوا كي اتحكم في الوشيعة الواحد كي بي في الوشاع الثاني وراكم تلاحظوا المخارج كامل يتحكموا في الوشيعة تاع محرك خطوه بخطوه اذا ما وظيفه هذا السجل تحكم في محرك خطوه بخطوه او موتور با نروح السؤال رقم اثنين في السؤال رقم اثنين طلب منا قال لنا ما وظيفة دي واحد دي اثنين و اكس ثلاثة و اكس اربعين هيا نشرحهم بالتفصيل نكبروا التركيب جماعة به نفهم ديود ا وديود دو واش لازم لازمني نشوف الشحن والتفريغ. بها نعرفوا واش وظيفة نتاعها كما تلاحظوا احنا بديود اثنين اذا بهنا هذا التركيب كما قلت لكم من قبل في توليد اشاره الساعه بي سي ام النقطه هذه سموها اكس والنقطه الوسطيه بين بوابتين نسميوها ايكراك من بعدها نديرو دارة الشحن دارت الشحن واش هو انتقال التيار من مخرج من اكس الى نقطه ايكراك كي ما مسار التيار جماعة واش تلاحظوا كي يوصل التيار النقطه هذه يلقى تفرعين التفرع الاول ديود دي 2 في الاستقطاب العكسي ويكافئ قاطعه مفتوحه معناته ما ودي واحد واش هو في الاستقطاب المباشر وكافي قاطعه مغلقه اذا ممرر اذا ماذا فعل ديود 2 ديود 2 اثنين حجب المقاومه R2 اثناء الشحن اذا ما وظيفه ديود 2 حجب المقاومه R2 اثناء الشحن نروح ديود واحد بنفس الطريقه نرسم دارة التفريق، إذا دارة التفريق وش هي؟ هي انتقال تيار من إيكغيك إلى إكس، أه كي يوصل إلى النقطة هذه كذلك يلقى يجد تفرعين، تفرع أول يجد ديود واحد في استقطاب العكسي ويكافئ قاطعة مفتوحة، وتفرع الثاني ديود اثنين في استقطاب المباشر ويكافئ قاطعة مغلقة، إذا تيار يختار طريق قاطعة مغلقة أو طريق دارة مغلقة بهذا الشكل، إذا ما وظيفة الديود واحد؟ وظيفة الديود واحد حجب المقاومة R واحد أثناء إدارة التفريغ هذه هي وش هي وظيفة ديود واحد وديود اثنين روحوا لي بعدها لي بعدها ما وظيفة X43 جماعة نشوفوا X43 تبعوها لاحظوا باللي مربوطة بإشارة الساعة وأي حاجة مربوطة بإشارة الساعة وش معناتها إذن بي إذن بي إذا كان سجل إذن بالإزاحة إذا كان تعدد إذن بالعاد إذا كان تركيب هذا مؤجلة إذن بالتأجيل بما انه هذا سجل ازاحه اذا اكس 3 ربع نجمعوش ونقولوا لها إذن بالإزاحة يسار دوراني وحذاري حذاري تكتب إكس 43 إذن بالشحن التسلسلي، باسكو الشحن يا جماعة شكون يقوم به؟ يقوم به بروسيت وكلير، والشحن هذا واش هو؟ تفرع، إذن إكس 43 ما عندهاش إذن بالشحن، إكس 43 عندها إذن بالإزاحة فقط، مش كما كنا نشوفوها في التمارين الأول والثاني والثالث والرابع وخامس، هكذا، واللي يجي يحب يسألني على إكس 43 واش وظيفتها واضي بالضبط الدقيقة جماعة؟ وظيفتها تحكم في دوران محرك خطوة بخطوة. سجل كي يمشي المحرك يدور سجل ما يمشيش المحرك ما يدورش اذا اكس 3 و 4 واش وظيفتها اذا بتدوير محرك خطوه بخطوه باه نزيدو نفهموها مليحه جماعة أه اكس ثلاثة نهار اللي تكون صفر واش تولي صفر في اشارة تسعة واش يساوي يساوي صفر معناتها السجل ما توصلش اشارة الساعة اذا هنا ما يمشيش السجل وما يمشيش محرك بخطوة بخطوة بصح نهار اكس ثلاثة وربعين من واحد منطقي مدولها من اوتوريزاسيون تولي واحد في اشارة الساعة تساوي اشارة الساعة وهنا السجل توصل اشارة الساعة يولي يزيح المعلومة وبما ان السجل يزيح المعلومة موتور با ابا يدور صاي نروحو بعدها روحوا لانيت او اكس 40 بما انه انيت لو كان تبعوها نلقاو مربوطه ب بروسيت وكلير اذا انيت هنا جمع اطونسي تقول لي وظيفتها المسح لا لا هنا واش وظيفتها شحن السجل بالقيمه الابتدائيه عن طريق المداخل ارغام بروسيت وكلير اذا انيت وظيفتها شحن السجل بالقيمه الابتدائيه اه بطريقه يدويه اكس 40 هي نفس الطريقه تاعها واش وظيفه اكس 40 مربوطه بالبروسيسات كلير وظيفتها الشحن سجل بالقيمه الابتدائيه هذا الشحن كذلك نسميه خارجي مين نسميه الي علاه نسميه الي لانه اكس 40 واش هي هي مرحله الابتدائيه صفر من أشغولة رقم 4 ديما من كل ما تنشط هذه الاشغوله تشحن سجل بالقيمه الابتدائيه وكما راكم تلاحظوا هنا سجل واش هو سجل ازاحه يسار حلق هيا نكتبوا جماعه اذا ديود 1 وش وظيفته حجب المقاومه R1 اثناء التفريغ كما شفنا ويلاه دي 2 حجب المقاومه R2 أثنين اثناء الشحن X43 إذن بالازاحه يصدر دوران صحيح إذن بتدوير محرك خطوه بخطوه تكون إجابة ادق من الاجابه الاولى نروحوا لي بعدها اللي هي اللي هي انيت،, إنيت سوشي هي الضاغطة تهيئه، وظيفتها شحن السجل بالقيمه الابتدائيه يدوي. جماعه كي نقول لك تهيئه ما تفهمهاش ترجع للصفر، تهيئه معناتها ترجع للحاله الابتدائيه. إذا كانوا قلبت أصفار، هنا واش نقول وظيفته تهيئة ومسح سجل، إذا كانت السجل اللي يشحن بالقيمة الابتدائية، واش نقول وظيفته تهيئة وارجعه إلى القيمة الابتدائية. كيما نظركم راح القيمة الابتدائية قداه رايحتكم. هكذا. إذا إكس 40 يا جماعة كذلك وظيفته المسح مي هذا مسح خارجي، إذا إكس 40 واش نسميه مرحلة ابتداء من أشغال أربعة وظيفته الشحن سجل عفوا شحن سجل بالقيمة الابتدائية. روحوا سؤال ثلاثة طلب منا إكمال تصميم المخطط المنطقي لهذا السجل. علما أن القيمة الابتدائية يعطاها لنا جماعة، جماعة نهار اللي يدير شحن شحن تفرع باستخدام داخل الإرهاب ديما يعطي لك القيمة الابتدائية ويعطيها لك بهذا الشكل بالترتيب كي أ آه. وكيبي وكيسي وكيدي يساوي على الترتيب صفر صفر واحد واحد هيا جماعة نرسمو سجل شحن تفرعي باستخدام مداخل ارغام اول حاجة مدل قلابات دي هنا ما كان حتى تغيير علاه كي يعطي لك قلابات جي كا ولا قلاب ار لازم تحولوا الى دي باش تخدم السجل هنا عطانا قلابات دي واجدين ما فيهم حتى تغيير ثاني حاجة واش نركزو؟ نركزو على إشارة الساعة، كل اللي إشارة الساعة للسجل؟ في الوثائق الصانعة واش عطانا؟ عطانا فيها بوابة آن فيها مدخلين آش وإكس ربع إكس ثلاثة ربيع. لازمنا نتبعوا الوثائق الصانعة ما تخدمش من عندك، هكذا إذا إيه نرسم بوابة آن، المدخل الأول نسميه إكس ثلاثة ربعين، المدخل الثاني نسميه آش، بعد ما نكمل نسأل روحي سؤال، هذا المخطط هذا المخطط المنطقي اللي ما نخدم فيه، كل العدادات ولا للسجلات بالطبع رانا نخدموا السجلات دام رانا نخدموا في السجلات السجلات اللي عندها واحد الحاجه واش هي لازم تكون كل قلابات عندها نفس الاشاره ساعه مشتركه اذا السجل واش لازم يكون يكون متزامن معناته هذو كامل كما كتشوفوا عندهم نفس اشاره ساعه مشتركه اذا السجل واش لازم يكون متزامن بعد ما كملت اشاره الساعه روحوا المسح او الشحن كما هنا عندي الشحن بالقيمه الابتدائيه روح الشحن يقوم بعملية الشحن يقوم بها اكس ربعين وينيت وعندي بوابة جماعة نور على درت بوابة نور جماعة باسكو لا لا ما بوابة اور او درت بوابة نور باسكو لا بروسيت كلها باش يمشي مستوى الادنى يفرض علينا هذه البوابة لازم تكون منفية باه نمدو من اكس كي نمدو اكس ربعين واحد منطقي كي تنشط تولي تشحن بروسيت والار وتنشطهم هكذا اذا هنا واش بوابة نور مدخل الاول اكس ربعين ومدخل آه ثاني انيت وجمع عاونو كان ما يمدلكش بوابة نور هنايا لازم ترسمها انت قاعد يمدلكنا علامه استفهام لازم ترسم بوابة نور من بعدها اكس 40 و انيت وش وظيفتهم هذو وظيفتهم شحن القلابات الاربعه كيفاش تشحن نشوفو قيمه الشحن الابتدائي راكم تلاحظوا كما كي ا آه باش لازم نشحنها لازم نقلب الآن نشحنو بالصفر شكون اللي يرغم على الصفر اللي هو كلير اذا معناتها مدخل الشحن الجماعي هذا نربطو بالكلير اه باسكو لازم نرغمو على صفر نشحنو بالصفر نروحو القلاب الثاني كما راكم كي بي لازم نشحنو بالصفر لازم ناكتيفيلو كلير بي القلاب الثالث كيسي راح بقيمه واحد، شكون اللي يشحن بقيمه واحد اللي هو بريسيت، إذا معناتها هذا المدخل شحن الجماعي نربطوه بالبريسيت سي، وآخر قلاب كما راكم تلاحظوا كي دي كذلك قيمة الشحن تاعو ابتدائية واحد منطقي، معناتها هذا الشحن الجماعي نربطوه بالبريسيت دي، والمداخل إرغامج مع المتبقية لو كان نخليها فارغة هنا، في هذه الحالة راح تنشط وراح تأثر في التركيب، لازم نخملها ولا نديزاكتيفيها، باش نخملها، نخملها بالواحد منطقي. بهذا الشكل ولو كان يعطي لي مصدر جهد في مولد جهد الجهد لازم نربطها بالمصدر جهد ما نكتبوش واحد هكذا متفاهمين من اللي ما يمدلكش مصدر جهد ما تكثرش خطوط وكتب واحد منطقي احسن بعد ما كملنا إشارة الساعة وكملنا الشحن الجماعي ذكروا روحوا روحوا نوع الإزاحة كما كم تلاحظوا هذه الإزاحة وش هي إزاحة يسار دورانية معناتها المعلومة ترجع الدي دي ودي دي تروح كي دي من كي دي تروح يسارا كي سي بعدها تروح كي بعد تروح الكي آه يسارا ومن بعد المعلومه لا تنفذ بل تعود الى مدخل القلاب دي دي اذا هذا واش هو نوع الازاحه نوع الازاحه يسار حلقيه لازم نبدأ نرسموها هي الاولى اذا باه ما نغلطش نجيب يدي اليمنى يدي اليسار نعرف اتجاه اليسار اتجاه نرسم خط بهذا الشكل اتجاه يد اليسرى من بعدها واش نديروا جماعه نبداو بالقلاب الاخير اذا معلومه شوف معايا تبدا من القلاب الاخير من كي دي وين تروح تروح يسارا الى مدخل قلاب دي سي من بعد تخرج معلومه من كي سي تروح يسارا تبقى تمشي ديما يسار الى مدخل قلاب دي بي من بعد زيد تخرج معلومه من كي بي تروح يسارا الى مدخل قلاب دي ا ومن بعدها المعلومه جماعه لا تنفذ علاه لانه سجل ازاحه حلقي اذا معلومه كي توصل كي ا وين عاودوا نرجعوها نرجعوها لمدخل القلاب الاخير اللي هو وهنا عندي سجل شحن طفره باستخدام مداخل ايران بلس زد كلير ازاحه يسار دوراني واخر حاجه بقاتنا جماعه واش هي طريقه تفريق هذا السجل كما قلت السجل ديما تفريق تاعهم تفرعي إحنا نستخدموا التفريق التفرعي بزاف في الانظمه الاليه اذا واش نديروا في هذه الحاله كي ا آه فاش تحكم في الوشاء الواحد 1 اذا نجيب ستيلو ولا قلم لون الأحمر ونكتب هنا ال1 وهنا خرج السهم على تفرع المخرج كي بيتحكم في الوشيعه الاثنين، ال2 وكي سي يتحكم في الوشيعة ال3 وكي دي يتحكم في الوشيعة ال4 وهنايا مبروك عليك صمت مخطط منطقي لسجل سعته نصف اوكت يحتوي على اربع قلابات شحن تفرع باستخدام مداخل ارغام ازاحه يسار دوراني روحوا السؤال رقم أربعة في السؤال رقم أربعة جماعة طلب منا كتاب معادلة المداخل المعلومات دي أ اه دي بي دي سي دي دي ومعادلة تيروميز أ زيرو راح زي معادلة إشارة الساعة كلوك هاي نبداو دي أ اه. اللي هي هذا هو القلاب إذا دي أ اه جماعة باش مربوط مربوط بالكي بي إذا دي أ اه يساوي كي بي القلاب دي بي كما راكم تلاحظوا باش مربوط مربوط بالكيسي. إذا دي بي يساوي توفيقاته تساوي كي سي قلنا دي سي كما تلاحظون تلاحظوا لها هذه اللي هي المعادلة إذا دي سي باش مربوط مربوط بالكيدي توفيقاته كي دي والقلاب الأخير جمع دي لو كان تبعوا هذا الخط من جايو جايو من كي أ اه إذا وش يساوي دي دي يساوي كي أ اه بعد ما كملنا هادو جماعه روحوا لار نورمالمون نكتب لكم شي روميز ا زيرو نورمالمون نسميها لود ولا ار باسكو لا راح نشحنوه بالقيمه الابتدائيه اذا ار ولا رازو شو يساوي لاحظوا قيمه الشحن الابتدائيه شكون يقوم بها هذه هي شكون يقوم بها اما X 40 او x او انيت اذا كل منفي اذا إيه يساوي كما راكم تلاحظوا تقدروا تجيبوها من المخطط المنطقي من اللي رسمته نتايا ولا لو كان ما تخدمش مخطط منطقي تجيبها من مخطط الوظيفي المعطى من طرف الصانع اذا راه جوج يساوي يساوي اكس 40 او او اني تكون منفي واش بقى بقانا اشاره الساعه وكما كم تلاحظوا بما انه سجل متزامن سي كا آ هي نفسها سي كا بي هي نفسها سي كا سي هي نفسها سي كا بي. وهذا اشاره الساعه جماعة شكون ياثر فيها ياثر فيها اش و اكس 43 اذا معادله سي كا واش تساوي تساوي اش في اكس 43 ولا تقدر تخرجها من المخطط الوظيفي اذا نكتب هنا سي يساوي يساوي اكس 43 في الميقاتيه اش وإكس اكس 43 واش وظيفتها اذا بالازاحه كملنا تمرين ستة جماعة روحوا تمارين رقم سبعة في التمرين رقم سبعة أعطانا هذا التركيب في طابق الاول طابق ثاني بنفس الطريقه كاينين ست سبع اسئله نبداو نجاوب عليهم بالتفصيل ان شاء الله مي واش مطلوب منكم قبل قبل هذه واش عطاكم اعطاكم جدول حقيقه وقال لكم كملوا بهذا الشكل مي واش عطاكم اعطاكم مداخل كي ا آه كي بي كي سي كي دي آه اليوم هذه في هذا التمرين عكستكم اتجاه المره اللي فاتت ش عطيتكم اعطيتكم كي ا آه بعد كي بي كي سي كي دي هذه المره بدلت لكم باه ما تحفظوا وتولوا تخرجوا كل شيء وحدكم طلب منكم لازم تكملوا جدول الحقيقه لهذا التركيب اللي هو سجل جونسون وفي نفس الوقت اعطاكم مخطط زمني وكذلك طلب منكم تكملوا هذا المخطط زمن جماعه وقفوا الفيديو وحاولوا في التمرين رقم ستة سبعة وكي تكملوا شغلوا الفيديو وإن شاء الله تكون الإجابة تاعكم مليحة ودقيقة هيا يا جماعة بعد ما كملتوا المحاولات نعطيكم الإجابة النموذجية في التمرين رقم سبعة عطانا هذا التركيب يتكون من طابقين وطلب منا موظف الطوابق هذا التركيب بسيط جدا إذا كبروا هذا التركيب شاكم تلاحظوا تلاحظوا باللي أن هذه الدارة تحتوي على بوابات نفي سيام بالضبط بوابات نوت وتحتوي على مقاومة لعرقلة الشحن والتفريغ والمكثفات للشحن والتفريغ إذا هذا التركيب وش وظيفته توليد إشارة الساعة قابلة للضبط لماذا قلت قابلة للضبط باسكو يحتوي على مقاومة متغيرة لم تولد إشارة الساعة لعداد جونسون هذا بالنسبة للطابق الأول أما الطابق الثاني يا جماعة ركزوا معي مليح تلاحظوا باللي هذا السجل مخدوم بالدي بقلبات دي من مخرج الاخير يرجع الى مدخل الاول معناتها سجل حلقي من مخرج الاخير يا جماعه ركزوا معايا مليح فيه في بوابه نفي معناتها معناتها دي ا باش مربوط مربوط بالكي دي با واي حاجه يشحنوا المخرج المنفي نسميوه عداد جونسون ولا نسميوه سجل جونسون اذا هذا التركيب واش هو عباره عن عداد جونسون سعته اربع ابيات ولا نصف اوكتي يحتوي على اربع قلابات شحن تسلسلي ازاحه يمين دوراني يعني علاش سميتو سجل إزاحة, ازاحه يمين دوراني معلومه معناتها كيف تمشي من دي ا تروح كي ا من بعد كي كيسين بعد كي سين بعد كي دي بعد إلى دي ا صاي هذا بالنسبه تركيب رقم اثنين طابق رقم اثنين اذا هاي نكتبوش مع اذا الطابق الاول شو وظيفته توليد اشاره الساعه باستخدام آه توليد اشاره الساعه قابله للتعديل باسكو يحتوي على مقام متغيره باستخدام بوابات نفي سي ام هذه البوابات بالضبط هي بوابات نوت اما الطابق الثاني يا جماعه وشي هو عداد جونسون او سجل جونسون واش النوع تاعو ازاحه يمين دورانيه ولا ازاحه يمين حلقيه التفريق واش هو تفرع ما يهمناش بزاف وظيفه هذا السجل جونسون يا جماعه فاش يتحكم يتحكم في الوشائع تاع محرك خطوه بخطوه اذا وظيفته التحكم في محرك خطوه بخطوه هذا سؤال رقم واحد نروح السؤال رقم اثنين طلب منا وظيفة R2 مقاومة R2 والمقاومة المتغيرة P وال X21 و X20 وهنا جمعنا مع مقاومة متغيرة فيها السهم تاعها نسيتو في التركيب اعذروني في كيسيت هيا الأولاد نكبروا التركيب ونشرحوا كل شيء بالتفصيل نبداو في ار 2 يا جماعه الار 2 هذه يا جماعه واش وظيفتها هي مقاومه وظيفتها تحديد التيار لحمايه مدخل بوابه نوت واللي ماهوش فاهم هذه راح يتفرج الحصه تاع توليد اشاره الساعه باستخدام بوابات سي ام او اس باسكو علاه قلنا قلنا هذه النقطه ا في لحظه معينه يرتفع جهدها الى 3 على 2 في دي دي وهذا الجهد قادر يتلف مدخل بوابه نوت با نحميو هذه لازم نزيدوا مقاومه اضافيه اذا ار 2 وظيفتها تحديد التيار لحمايه مدخل بوابه اما المقاومه المتغيره بي اي مقاومه متغيره بي يا جماعه وظيفتها؟ وظيفتها الضبط وظيفتها الضبط وبما انه هذا التركيب يولد اشاره الساعه اذا تي وظيفتها؟ ضبط الدور تي ولا تقول لي تقدر تقول لي ضبط التواتر اف صحيح ولا تقدر تقول لي ضبط سرعه محرك خطوه بخطوه بس عليها كل ما تزيد المقاومه يزيد الدور ينقص تواتر كي ينقص تواتر تنقص سرعه المحرك خطوه بخطوه وكل ما تنقص المقاومه ينقص الدور كي ينقص الدور يزيد التواتر كي يزيد لا فريكونس تزيد سرعه محرك خطوه بخطوه هذه بالنسبه للمقاومه بوظيفتها ضبط الدور او ضبط التواتر او ضبط سرعه محرك خطوه بخطوه <applause> روح الطابق الثاني عندي هذه البوابة مربوطة بإشارة بإشارة إذا إكس واحد وعشرين هي هي مرحلة الأولى واحد من أشغولة اثنين وش وظيفتها بما أنه مربوطة بإشارة ساعة وظيفتها إذن بإزاحة يمين دورانية ولا إذا بإزاحة عداد جونسون ولا إذا بتدوير محرك خطوة بخطوة ولا نقدر كذلك نقول اذا شحن تسلسلي باسكو ما عنديش شحن بالمداخل ارغام عندي شحن بالمخرج كيدي المافي اما اكس دي اكس و انيت نبدأ في اكس, إكس عشرين وانيت مربوطين بالار والار هي المسح وفي زوج وظيفتهم وظيفتهم مسح مي الاختلاف وين اكس عشرين وش هي هي مرحلة ابتدائية من اشغول عشرين وظيفتها مسح سجل آليا خارجيا يعني انا يعني كنت نشط مرحلة حيت مسحها آليا اما انيت وش هي وظيفتها مسح سجل يدويا وش معناتها تحتاج عامل او شخص يضغط على ضغط انيت يدويا صحيح هذا بالنسبه لانيت وإكس 20. كما راكم تلاحظوا هنا يا جماعه في هذا الرسم عطاكم دور جديد اللي سماه لي تي 2 وعلى بالكم عدد جونسون وش وظيفته؟ كي تربطوا بإشارة الساعة واش يدير الدور؟ يضاعفوا 2 2 آه إن مرة. واش معناتها؟ معناتها تي 2 وش علاقة تي 2 بتي 1؟ احسب قدها كاين قلب هنا، كاين اربع قلابات. إذا تي 2 وش يساوي؟ يساوي 2 إن تي 1. وبما أنه قلبت كنين ربعة إذن T2 يساوي 2 في ربعة T1 ويساوي T2 يساوي 8T1 قال يجيك سؤال لك أحسب الدور T2 نرجعوا جماعة نكتبوهم بالتفصيل إذن R2 تحديد التيار لحماية مدخل بوابة نوت هذه اللولة أما مقاومة B وظيفتها مقاومة متغير وظيفتها ضبط الدور أو ضبط التواتر أو ضبط سرعة محرك خطوة بخطوة اللي تجاوبها راهي صحيحة اما اكس 21 بما انه مربوطه في مدخل اشاره ساعه كلوك القلابات وظيفتها اذن بتشغيل عداد جونسون او إذا بتشغيل سجل جونسون ولا نقولوا إذا بتدوير محرك خطوه بخطوه نهار تولي اكس 21 تساوي واحد موتور با بايضا روحوا لي بعدها اللي هي إنيت، إنيت تجمع شيء هي الضاغطه تهيئه تهيئ السجل جونسون الى حاله ابتدائيه صفر 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 اذا وش نسميو إنيت وظيفتها مسح العداد جونسون يدويا وخارجيا، شخص خارجي. صاي، أما إكس 20 وش وظيفته؟ هي مرحلة ابتدائية من شغلها رقم 2، وظيفتها مسح السجل آليا خارجيا. نروحوا السؤال رقم 3 يا جماعة، السؤال رقم 3 طلب منا إكمال تصميم منطقي لطابق 2 لسجل جونسون. طريقة بسيطة جدا، أول حاجة لازم يشوف القلابات. شوف القلابات اللي عطاهم لي. إذا أعطى لي دي ما كان حتى إشكالية ما كان حتى تغيير إذا أعطى لي باستثناء قلابات دي لازم نحولهم للدي وأعطيكم طريقة في بداية فيديو للسجلات هكذا دابا نأخذ نخدمو عدد جونسون لازم نتبعوا الوثائق الصانع عدد جونسون شكون اللي يمدلو إشارة الساعة كما راكم تلاحظوا في المخ... في الوثائق الصانع بوابة إن ترسم بوابة إن مدخل أول إكس واحد وعشرين مدخل ثاني أش هذه أول حاجة من بعدها قبل ما تجي تكمل إشارة الساعة راحك سؤال اسكو راح تخدم مخطط منطقي لعداد او سجل، وبما انه عداد جونسون هو سجل، جماعه ما دوخكوش كلمة عداد. على سمو عداد جونسون؟ باسكو يشبه العداد المتزامن فقط، يشبه عداد عشوائي متزامن، على هذا عداد. إذا هو التسمية الحقيقة تاعو هو سجل جونسون. وبما أنه راح نخدم سجل، تعرفوا باللي سجلات لازم كل قلابات عندها نفس إشارة الساعة، يعني إشارة ساعة مشتركة، معناتها ما داخل إشارة ساعة كامل نربطهم بنفس إشارة ساعة معناتها قلابات في ربع يمشيوا مع بعض. تعطي لهم الاشاره الساعه آه، آه، اوتوريزاسيون في ان واحد بعد ما كملت اشاره الساعه روحوا المسح او الشحن هنا واش عندي في العدد جونسون عندي المسح اذا شكون يقوم بعمليه المسح اكس 20 او انيت اذا واش قلت اكس 20 او انيت معناتها نحتاج بوابه اور وبما انه المسح يمشي بالصفر لازم بوابه تكون منفيه تولي نار اذا نرسموا بوابه نور مدخل أول سميه انيت مدخل ثاني سميو اكس 20 ومخرج تاع البوابه نربطوه بالمسح الجماعي كلير ا القلاب الاول كلير بي تاع القلاب كلير سي تاع القلاب الثالث وكلير دي تاع الرابع من بعدها جماعه نرسموا ع... نكملوا خدمة تاعنا الازاحه تاع عدد جونسون شوفوا معايا قبل هذه ما تنساوش مداخل الارغام بما انه عدد جونسون شحن تسلسل معناتها مداخل الارغام بروسيت كامل ديزاكتيفيهم بواحد نخملهم بالواحد ما يكونوش ماكتيفين بعدها يا جماعه نشوفوا عدد جونسون شكون هو القلاب اللي تشحن الاول كما كنت تشوف المخطط الوظيفي اللي هو دي ا آه. بعد المعلومه تروح من دي ا آه تروح كي ا آه بالتقليد من بعد دي ا آه كي ا آه تروح للكي بي بعد تروح كي سي بعدها تروح كي دي ديما بالتقليد ومن بعدها من كي دي ما عرفش يصرا ترجع دي ا آه. معناتها نعاودو نرسموا هذا المخطط الوظيفي نجيب يدي اللي يساعدوني باه نعرفو الاتجاه اليمين نرسم خط اتجاه اليمين باه ما نغلطش معناتها القلب هذا الاول اللي, اللي نشحنوا باينه ها واضحه من المخطط الوظيفي يسمى لي دي ا آه. بعدها نبداو سجل جونسون ازاحه يمين دوراني هو يشبه سجل شح تسلسل ازاحه يمين بهذا الشكل من بعدها كي نكملها بعدها نسال روحي سؤال راكم تشوفوا على هذا الشخص كيف عدد جونسون يشحن روحه بنفسه عدد جونسون يشحن روحه بالمخرج الاخير المنفي اذا المعلومه مشيت 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 وصلت اخر قلب وش هو المخرج المنفي الاخير هو كي دي بار معناتها ننقلها من هذا منا ونرجعها المدخل الاول اللي هو دي ا إذا يا جماعة الحالة الابتدائية كامل يساوي صفر بما أنه كي دي يساوي صفر بالطبع كي دي بار يساوي واحد معناتها الواحد معناتها قلب الأخر بالمخرج المنفي هو اللي يشحن قلب الواحد بقيمة واحد منطقي. هكذا يا جماعة هنا كملنا الشحن التسلسلي الإزاحة يمي دوراني وعرفنا باللي سجل جونسون يشحن روحه بنفسه عن طريق آخر مخرج المنفي من بعد التفريغ تفريغ عدد جونسون كما كنت تلاحظوا اللي هو تفرعي بس كنت تحكم في محرك خطوة خطوة لازم يكون تفريق تفرعي اذا بالقلم الاحمر نكتبو هنايا كي ا تحكم في الوشعه الواحد كي بي تحكم في الوشعة وكي سي اه كي سي تحكم في الوشعة وكي دي تحكم في الوشعة ال4 هنايا مبروك عليك راك صممت مخطط منطقي لسجل ازاحه لسجل جونسون سعته أربع ابيات او نصف اوكتي اه شحن تسلسل الازاحه يمين دورانيه وتفرق تاعو تفرع اذا نكتب عداد جونسون ذو شحن تسلسلي ازاحه يمين دورانيه وتفريغ تفرع روح اجمع سؤال رقم أربعة. في السؤال رقم أربعة طلب منا اكمال جدول حقيقه لطابق 2 جماعة باه نكمل جدول باه نكمل جدول على بالنا باللي كي اشكون يشحنوا يشحنوا كي دي با باه خدمه سهله في, الورق في وثيقه المحاوله تحاول ترسم جدول وزيد ارسم كي دي با كي دي با باش يتحكي وفاش يتحكم يتحكم في دي ا معناتها كيف راح في هذه الحاله باه نخدم الجدول لازم لي نجيب المخطط المنطقي اللي خدمته نتايا ومن بعدها الحاله الابتدائيه تاع قلبت كامل يساوي اصفار ومن بعد واش نزيدو نزيدو كي دي بار المساعد باه يسهلنا الخدمه صاي يا جماعه شوفوا يا جماعه في الحاله الابتدائيه اذا كي دي وكي سي وكي بي وكي اي يساوي كامل اصفار بما انه كي دي يساوي صفر كي دي بار واش يساوي بالطبع يساوي واحد وكي دي بار جماعه واش الوظيفه نتاعو كي دي بار شوفوا معايا في الرسم كي دي بار في واحد هو اللي يمد المعلومة دي ا ودي بي واش يقلد يقلد الكي ا ودي سي واش يقلد يقلد كي بي ودي دي واش يقلد كي سي يعني معناتها نجيبهم بهذه الطريقه اذا معناتها كي تجي الجبهه النازله الاولى اذا كي ا يقلد يقلد كي دي بار يقلد واحد وكي بي واش يقلد يقلد الحاله السابقه كي زيرو يلقاها زيرو شفتوا الاسهم هذو يساعدكم بزاف 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 وكي سي واش يقلد كي بي السابقه وكي دي واش يقلد يقلد كي سي السابقه عذرا جماعة الكيسي قلد كيبي سابقة وكيدي يقلد قلد كيسي سابقة من بعدها جماعة كي لقيت قيمة كيدي صفر إذا كيدي باش يبقى مازال واحد هكذا من بعدها جبهة ثانية. كي تجي اه الجبهة الثانية كي أ يقلد واحد وكي بي يقلد كي أ اه سابقة واحد وكيسي سي يقلد كي بي سابقة اللي هي زيرو وكيدي يقلد حالة سابقة كي سي اللي هي زيرو راكم تلاحظوا بلي كي مازال زيرو إذا كي دي يساوي يساوي واحد من بعدها كي او شي قلد السابقة السابقة كي دي بار يكون واحد كي بي قلد كي السابقة كي بي كي سي قلد كي بي السابقة وكي دي قلد صفر كي سي السابقة اللي هي زيرو بما انه كي سي يساوي س... كي دي يساوي صفر معناتها كي دي بار مازال واحد من بعدها كي تجي جبهة رابعة يمشي بهذا الشكل هذا يقلد واحد كي بي قلد واحد كي سي قلد واحد وكيد يجمع واش يقلد واحد جماعه هنا واش راكم تلاحظوا كيدي اصبح يساوي واحد منطقي بما انه كيدي يساوي واحد اذا كيدي باروش يساوي يساوي زيرو شتو عدد جونسون مره الاولى بدا يشحن بالوحدات من بعد هذاك واش يولي كيدي بار يولي يشحن القلابات بالاصفار اذا بما انه هذا صفر اذا في الجبهه رقم خمسة كي ا آه يقلد صفر كي بي يقلد كي ا آه سابق قلد واحد كي كيسي يقلد واحد وكيدي يقلد واحد وبما انه كيدي يساوي واحد واش معناتها كيدي بار صفر اذا الجبهة رقم ستة اه كي اي يقلد صفر كي بي يقلد صفر كي يقلد صفر كي دي يساوي صفر اه اه عذرا آه كي يقلد الواحد وكيدي دي يقلد الواحد وبما انه كي يساوي واحد اذا كي دي بار يساوي يساوي زيرو من بعد كي تجي جبهة سبعة كي اوش يقلد زيرو كي بي يقلد زيرو كي يقلد زيرو وكي دي جمع واش يقلد واحد بما انه كي دي يساوي واحد كي بار واش يساوي يساوي صفر من بعدها كي تجي جبها رقم ثمانية كي او يقلد زيرو كي بي يقلد زيرو كي يقلد زيرو وكي دي واش يقلد زيرو وبما انه كي دي يساوي صفر كي دي واحد شي يولي يولي واحد ونزيدو نعاودو مدارة وجديد ويولي سجل حلقي جماعة شتو كيفاه كي رسمت كي دي بار جات لي خدمة سهلة وهادو الاسهم الثاني يساعدكم بزاف بعد ما كملت الخدمة في الوثيقة المحاولات شو راح ندير هذه المساعد نحيه نحي بهذا الشكل وهذا هو الجدول اللي اعطاه لي في تمارين رقم سبعة وش هي الحاجه المميزه في عدد جونسون حالة ابتدائي أصفر من بعدها يولي واحد ومن بعدها يولي واحد واحد حداش نعطيها لكم رقم عشري باش تجيكم باش تفهموها بعدها تولي مية وحداش من بعدها تولي ألف ومية بعد ومن بعدها تولي إزاحة بالصفر تولي ألف ومية وعشرة بالصفر من بعدها تولي واحد واحد صفرين من بعدها تولي واحد ثلاث أصفار، من بعدها يرجع الحالة الابتدائي شتو الإزاحة نتاعو مرة الأولى إزاحة بالوحدات ومرة ثانية إزاحة بالأصفر هذا واش هو جدول الحقيقة العدادة ولا لي سجل جونسون إزاحة يمين دوران جماعة روحو سؤالي بعده اللي هو سؤال رقم خمسة سؤال رقم خمسة واش طلب منا إكمال مخطط زمني عدد جونسون شحن تسلسلي إزاحة يمين دورانية وهذا جماعة شرحته بزاف في الحصة الخاصة بعدد جونسون هيا جماعة نكمل المخطط الزمني جماعة شوفوا معايا في الحالة الابتدائية واش لازمنا نشوفوا إشارة الساعة هنا راه كاينة أش إشارة الساعة هنا باش نشطة نشطة بالجبهة النازلة يعني أول حاجة واش نعين نعين جبهات نازلة للإشارة الخارجية وهذو الجبهات نديرهم إسقاط على كل مخارج كي أ كي بي كي سي كي دي بهذا الشكل هذه أول حاجة ثاني حاجة جماعة إكس عشرين واش وظيفتها إكس عشرين هي وظيفتها المسح نهار إكس عشرين تساوي واحد واش معناتها اكس 20 تساوي واحد واحد مع اي عدد واش يساوي واحد نافي تاعو صفر يولي صفر يولي ما داخل الارقام كامل توصلها صفر 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 معناتها ما داخل الارقام في ربع حيون شطو يتمسح عداد جونسون اذا معناتها اكس 20 كي تمد واحد تمسح العداد كي تمد صفر تكون خامله اذا كما كم تلاحظوا كلير باش يمشيوا مستوى الادنى اذا هنا اكس 20 نشطه الواحد اكس 20 تنشط بالواحد وكي تكون اكس 20 تساوي صفر تولي صفر نافي تاعو واحد تولي هنا ما داخل الارقام صاي وبما انه هذه شويه راهي ناشطة نضللها باللون الاخضر من بعد هنا المخارج وانا مغمض عينيه أه نعرف باللي راها في حاله تلمس ما داخل الارغام راهي ناشطة كلي صحيتو بعد ما كملت جماعة نروح نشوفوا اكس 21 هذه هي اكس 21 وش وضيتها وضيتها اذن بالازاحه معناتها كي تعود تساوي واحد نخرجوا الازاحه نهار اللي تعود تساوي صفر واش تبقى تبقى حاله احتفاظ تخيلوا جماعة لو كان اكس 21 بداها لك هنايا بداها لك هنا من النقطه هذه واش دير هذو كامل احتفظ بهم باسكو ما كانش اشاره الساعه وكي يعود السجل ما تعطاش اشاره الساعه راح يكون في حاله احتفاظ صاي هاي نكملوا جماعه من بعد كي نجي نخدموا المخطط الزمني لسجل جونسون بالنسبه راح يسال هذا المخطط الزمني واش للسجل العداد ولا سجل بما انه انا نخدموا للسجلات واش لازم نديروا جماعه نكتبوا هنا في الجهه اليسرى نكتبوا التقليد التقليد راح نحتاجوها بزاف في سجلات ما تبدوش ما, ديروش التبديل كاين جماعه بزاف كي لهم سجلات راح يدير تبديل وكانه يخدم عداد صحيت بعد ما كتبت كلمة التقليد وش راح ندير يا جماعة؟ شوفوا القلب الأول معلومة. اللي توصلوا المعلومة، شكون هو القلب اللي توصلوا المعلومة؟ هو قل... مدخل دي أ تجيه معلومة من كي دي بار، ندير عليه إكس، وهذا روح كي أ زيد ندير عليه إكس هنايا، بهذا الشكل، شفتوا يا جماعة علاه درت كي أ مخرج كي أ علاه درت عليه إكس؟ معناتها أدى أش اسمه هو الأول، صاي، من بعد كي توصلهم كي أ جماعة، دي كي بيوش يدير يقلد المعلومة كي أ مي يكون تأخر قدره دور. والكيسي واش يقلد يقلد معلومه كيبي ويتاخر بالدور وكيدي كذلك يقلد معلومه كيسي ويتاخر بالدور جماعه نعطيكم طريقه بسيطه الاولى أه التي اللي شفناها من قبل في الحصه نعطيكم طريقه رسم المخطط الزمني باستخدام جدول حقيقي هاي نبداو انا تعجبني هذه الطريقه بسيطه ما فيها حتى اشكاليه اذا جماعه الحاله الابتدائيه هذه وش تكون صفر جماعه با ترسم مخطط زمني عدد جونسون بعد ما رسمت الكيئه احسب قداه كاين قلب احسب واحد زوج ثلاثة أربعة أرسم واحد منطقي أربع مرات شوفوا مستوى أعلى مرة زوج ثلاثة أربعة شتو كيفاه هذوك فاه رسمت ربعة وحدات منطقية باسكو عندي ربع قلابات لو كان جوا عندي خمس قلابات نرسم خمس خطوط هكذا ما بين جبهة وجبهة واحد منطق من بعدها بعد ما رسمت ربع واحد وحدات منطقية زيد بنفس الطريقة أرسم ربع أصفار منطقي ها صفر الأول صفر الثاني صفر الثالث صفر رابع هذه هي طريقة بسيطة جدا ما فيها حتى إشكالية في المخطط الزمني عدة جونس لو كان جاو خمس قلابات أرسم واحد خمس مرات وأرسم صفر خمس مرات سهلة جماعة بعد ما كملت كي أجمع كيبي بي وش يدير جماعة كي بي وش يدير يقلد كي أو يزيح المعلومة بقيمة دور يتأخر بقيمة دور شو شو إذا المعلومة من كي أ وتأخر بقيمة دور، شو هذا هو التأخر، الدور دور دور ما بين بين جبهة وجبهة، شوف معايا جيب يدك بهذا الشكل ونقل هذه دير لها تاخر قدره الدار، صاي سهله بسيطه جدا بعد ما خرجت الكيبي خرج كيسي اذا كيسي كذلك هي تقلد معلومه كيبي متأخر قيمة بقيمه الدور باسكو لها شحن تسلسل اذا هزها كما هي، وتاخر بقيمه الدور نحو اليمين ديما تمشي نحو اليمين من بعدها كي كملت كيسي بنفس الطريقه المعلومه وين تروح تروح كيدي يعني معناتها تهز نفس المعلومه وتاخر بقيمه الدور هاني يعني يكتب قيمة الضوء نهزها كيما راهي وننقلها بهذا الشكل سهلة ما فيها حتى إشكالية بعد واش نديروا جماعة هذو ونكملهم بأصفار بهذا الشكل أوكي 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 ومن بعدها عدت جونسون لازم يوصل مرحلة لازم كامل يكونوا أصفار اللي هي وقتها تكون أصفار هذه اللي لونتها لكم بلون الأحمر جماعة شوفوا هذه هذه أصفار هنا عدت جونسون واش معناتها ولا أصفار صاي ظللتها لكم بلون الأحمر وهذه ظللتها لكم بلون الأزرق جماعة لو كان يعطيكم جبهات بزاف لو كان كم يعطيكم جبهات بزاف بعد الاصفر هذه شتو هذو ربعة هزهم كما راه وديرهم منا والله عاود ابدا بنفس الطريقه ابدا من النقطه هذه احسب ربع واحد ربع مرات وصفر ربع مرات وزيد انقلها بازاحه نحو اليمين دور هذا هو المخطط المنطقي لعدة جونسون بسيط جدا اكثر من بسبوسه هاي الاولى أه كان الطريقة الثانية كاين يجمع بالك يحبوها باه نخدموا المخطط الزمني نخدموا بالجدول الحقيقة جماعة راكم شايفين في الجدول الحقيقة يبدا بربع اصفار بعدها واحد ثلاث اصفار بعدها 11 من بعدها 111 من بعدها 1111 من تولي بالعكس صاي اللي يحب ينقل الجدول الحقيقه واش يدير حاله الابتداء كامل يساوي اصفار نكتب اصفار بهذا الشكل حاله ثانيه كي اه هو اللي يساوي واحد بقية اصفار نرسم واحد 0 0 0، حالة ثالثة واش تولي تولي حداش واحد واحد هذو زيرو زيرو حالة ثالثة زيد يمشي لواحد هنا واش تولي تولي ثلاث وحدات واحد واحد غادي يعني نتبع الجدول الحقيقه اجمع صفر حل رابعة يولو كامل وحدات واحد 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 من بعدها واش تولي تولي ازاحه بالصفر من بعد هنا كي أش تولي تولي زيرو تولي صفر ثلاث وحدات واحد 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 من بعد تولي صفرين زوج وحدات صفر صفر واحد واحد من بعد تولي ثلاث اصفار واحد معناتها صفر مستوى ادنى مستوى ادنى واحد منطقي، من بعدها عدد جوسون يرجع أربع أصفار تولي زيرو 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 زيرو. من بعدها كي تكمل هنا زيد بنفس الطريقة، واحد مع ثلاث أصفار، واحد زيرو زيرو زيرو، من بعدها زوج وحدات مع زوج أصفار، ومن بعدها ثلاث وحدات مع صفر، ومن بعدها أربع وحدات تعاود تعاود بنفس الطريقة. هذا بالنسبة للسؤال رقم خمسة، أعطيتكم طريقتين، تخيل الطريقة اللي تناسبك واللي تعجبك. جماعة روح سؤال رقم ستة سؤال رقم ستة أعطاني هذا التركيب وش قال قال لي أحسب قيمة الدور تي اثنين تي واحد أعطاها لي قيمة تاعها اللي هي تساوي واحد ثانية وطلب مني تي اثنين طريقة بسيطة جدا ما في حتى إشكالية إذا مش نقوله في العدد الجونسون المخارج هذا تاع العدد جونسون عندي الدور تاع كي أ اه يساوي نفسه دور كي بي يساوي نفسه كي سي يساوي نفسه كي دي واللي يحب يفهمها يروح يشوفها حصه عداد جونسون وهذا وش هو ما علاقتهم بالإشارة الساعه الخارجيه ولا الرئيسيه وش يساوي يساوي 2 في ان ان صغيره هذه وش معناتها عدد القلابات اللي موجوده في عداد جونسون في تي اش هي الإشارة الساعه الرئيسيه وبما انه عندي ربع قلابات اذا اذا تي كي دي وش يساوي يساوي 2 في 4 في تي اش ونطبقوا القانون اذا جمعت تي 2 وش يساوي 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 تي كي دي هو نفسه تي كي دي ويساوي اثنين في عدد القلابات اربعه في دور اشاره الساعه الرئيسيه تي اش اذا تي اثنين يساوي ثمانيه في تي واحد ويساوي ثمانيه ثمانيه ثواني هذا بالنسبه لسؤال لي لو كان يسالك سؤال على الدور الجديد في قلابات في قلابات اللي خادمين بها عداد جونس روح السؤال الاخير في سؤال رقم سبعه طلب منك كتابه المعادلات اول حاجه احنا بدايكم نجمع بالمعادلات بالمعادله مداخل المعلومات دي ا آه دي بي دي سي دي دي اذا دي ا آه يساوي دي ا آه يساوي يساوي هذا الكابل يساوي كي دي بار باسكو يشحنوا بالمخرج المنفي صحيح؟ روحوا دي بي دي بي يكون يمد المعلومه اللي هو كي ا آه. اذا دي بي يساوي المخرج كي ا آه. دي سي واش يساوي يساوي كي بي اذا توفيقات دي سي تساوي كي بي واخر توفيق جديد يا جماعه لو كان نشوفوا مدخل تاعها باش يتعلق يتعلق بالكي سي هذه بالنسبه توفيقات مداخل المعلومات اما المسح الجماعي شكون يقوم به اما اكس 20 او انيت كما كم تلاحظوا خرجوا من مخطط المنطقه اللي رسمتو هنايا لو كان مثلا ما يطلبش منك ترسم مخطط منطقي خرج المعادلة من المخطط الواضح إذا راز مجمع واش تساوي تساوي إكس عشرين أو إنيت وبما أنه بوبة منفية الكل بار إذا واش يساوي إكس عشرين زائد إنيت الكل بار هذا بالنسبة لتوفيقة ولا معادلة المس أما توفيقة الإشارة الساعة كلوك واش تساوي بما أنه سجل متزامن كي أ آه هي نفسها كي بي هي نفسها كي سي هي نفسها كي دي شكون يتحكم فيهم اللي هو تحكم فيهم اش فوا اكس فان والله خرجوها نخرجوها من المخطط الوظيفي اذا سي كا ا سي كا واش يساوي يساوي اكس واحد وعشرين في الاش و اكس واحد وعشرين واش وظيفته اذا كانت صفر اشارة ساعة تساوي صفر عدد جونسون ميمشيش و اذا كانت اكس واحد وعشرين في اش تساوي اش هنا عدد جونسون يبدا يزيح المعلومة هذا بالنسبة لجماعة تمارين رقم سبعة يا جماعة روحوا تمارين رقم ثمانية في رقم ثمانية بنفس الطريقة أعطانا سبع أسئلة أه سؤال الأول مواظيفة هذا التركيب سؤال الثاني مواظيفة إكس ثلاثة وستين وستين سؤال ثلاثة أكمل المخطط المنطقي ربع أكمل جدول الحقيقة معناته هذا عداد شونسون أه سؤال رقم خمسة أكمل المخطط الزمني سؤال ستة أحسب قيمة دورتي اثنين وسؤال سبعة أكتب معادلة وهنا يعطيكم جدول الحقيقة وفي نفس الوقت أعطيكم مخطط زمني راح تكملوه هيا يا جماعة وقف الفيديو وحاولوا في هذا التمرين وكي تكملوا المحاولات قارنوا إجابتكم مع إجابة الأستاذ هيا جماعة نبدأ في حل التمرين رقم ثمانية سؤال أول قال لنا ما وظيفة هذا التركيب نكبر التركيب وندرسه ركزوا معي بما انه جماعه بما انه هذا التركي مخدوم بقلب دي احتمال كبير راح يكون سجل وبما انه القلاب الاخر ديدي دي يتلقى المعلومه من المخ مدخل مخرج الاول اذا واش هو سجل حلقي ازاحه يسار دورانيه وش معناتها المعلومه معلومه من ديدي طرف كيدي من بعد تروح لكي سي ومن بعد تروح لكي بي ومن بعد تروح لكي ا واش راكم تلاحظوا تمشي نحو اليسار من بعد من الكي ا تعاود ترجع القلاب الاخر ديدي اذا واش معناتها ازاحه يسار دوراني وركزوا معايا مليح بما انه كي ا واش فيها فيها بوابه نوت اذا واش ولات ولات كي ا با والسجل اللي يشحن المخرج المنفي واش نسميه عداد جونسون اذا هذا التركيب يا جماعه واش نسميه سجل جونسون او عداد جونسون سعته اربع ابيات ازاحه يسار دوراني عكس اللي شفناه في التمارين رقم سبعه وهذا سجل جونسون فيه اذن بالازاحه وفي نفس الوقت فيه المسح عن طريق اكس 60 او اينيت. E اذا باه تعرفوا عداد جونسون ها اللي تلقى اي مخرج من في يمد المعلومه للمدخل اعرف بلي راه عداد جونسون هاي جماعه نكتبه. اذا ما وظيفه هذا التركيب هو عداد جونسون سعته أربع أبيات إزاحة يسار دورانية ولا حلقية وش وظيفة هذا عدد جونسون جماعة كي أو كي بي كي سي كي دي باش مربوطين بالمخ... مربوطين بالوشاع تاع محرك خطوة بخطوة حنا ديما نركزو على موتور محتور... با أبا محرك خطوة بخطوة إذا وش وظيفته تحكم في محرك خطوة بخطوة سؤال اثنين قال لكم ما وظيفة إكس 60 وإكس 63 نورمال هذه الأسئلة هي دخلت في روزكم ولات لكم حاجة بديهية إذا إكس 63 يا جماعة كما كم تلاحظوا مربوطة بإشارة الساعة معناتها إذن وبما أنه تركيب عدة جونسون إزاحة يسار دورانية إذن إكس 36 شو وظيفتها إذن بشحن تسلسل لإزاحة يمين دوار إزاحة يسار دورانية صحيح ولا تقول إذن بإزاحة عدة جونسون صحيح ولا تقول إذن بتدوير محرك خطوة بخطوة صحيح اكس 60 و انيت في زوج موصولين بالراز موصولين بالمسحه اذا اكس 60 شو وظيفتها جمع وظيفتها مسح السجل اليا عن طريق تنشيط المرحله الابتدائيه من اشغله سته ونسميوها مسح خارجي والانيت شو نسميوها نسميوها مسح يدوي للسجل ولا لعداد جونسون كذلك انيت نسميوها مسح خارجي انما يتدخل فيها الانسان ليمسح عداد جونسون و t اثنين يا جماعة قادي يجيك سؤال تي اثنين يقولك اكتب اكتب عبارة تي اثنين بدلالة تي واحد والله يقولك احسب تي اثنين بما انه عدد جونسون يحتوي على ربع قلابات اذا تي اثنين وش يساوي بالنسبة للدور تاع اشارة رئيسية يساوي اثنين في عدد القلابات في تي اش تاع الاشارة الرئيسية وبما انه كان اربع قلابات اذا تي اثنين وش يساوي يساوي اثنين في اربعة في تي اش ويساوي ثمانية تي اش هاي يا جماعه نجاوبوا ونكتبوا اكتبوا معايا اذا اكس 63 شو وظيفتها اذن تشغيل عداد جونسون ولا إذا ازاحه ازاحه عداد جونسون يسار دورانيه ولا اذن تدوير محرك خطوه خطوه وهذا ادق اجابه اما اكس 60 شو وظيفتها مرحله ابتدائيه من اشغال سته وظيفته مسح السجل اليا خارجيا اما انيت شويه هي ضاغطه التهيئه وظيفتها تهيئه سجل جونسون وارجاعه الى أصفى ولا مسح السجل يدويا خارجيا روح السؤال رقم ثلاثة طلب منا إكمال تصميم المنطقي لهذا التركيب. أول حاجة جماعة بما أنه عداد جونسون هو عبارة عن سجل، واش لازمنا نخدمو؟ نخدمو بقلابات دي. هنا تلاحظوا عطانا قلابات دي، ما كان حتى تغيير. من بعد بعدها بنخدمو بعد عدد جونسون قبل ما نخدموه نصموه ديما نبداو بإشارة ساعة أو المسح إذ... إذا شكون يعطينا إشارة ساعة اللي هو إكس 63 وكاينة بوابة اند. إذا هنا نرسم بوابة اند. المدخل الأول نسميه إكس 63 إذن بالإزاحة. ومدخل ثاني الاش ومن بعده السؤال واش راح نخدم مخطط منطقي اسكو للعداد ولا للسجل بما انه سجل جونسون معناتها القلابات تكون متزامنه توصلها نفس اشاره ساعة يكون تركيب متزامن معناتها كل مداخل داخل اشاره ساعة القلابات يكونوا مشتركين في اشاره واحده هذه بالنسبه إشارة ساعة بعد ما كملت اشاره ساعة نروح المسح في المسح عندي طريقتين اما عن طريق اكس 60 او عن طريق انيت وكينا بوابة أور وبما أن البوابة هذه مربوطة بالمسح ويمشي بالصفة هذه البوابة لازم تكون منفية باه تعود إكس ستين تمسح الإير بالواحد منطق إذا نرسمو البوابة نور مدخل أول سميو إكس ستين مدخل ثاني سميو انيت وهذا المخرج تاع البوابة يربط بالمسح الجماعي بهذا الشكل معناتها نربطها في كلير أ كلير بي كلير سي كلير دي بعد ما كملنا المسح جماعة نروحو نشوفو نوع الشحن تاع جونسون ونوع الإزاحة تاعو أه ما تنساوش ما داخل ايرغام بريسيت هادو لازم ديزاكتيفيهم يعود عندي اي سجل شح تسلسل سجل ما نحتاجه صايي من بعد نروحو نشوفو نشوفو باش نبداو جمع القلب الديدي الاخير هو الذي يشحن بالمعلومه يشحن بكي آه ا وش معناتها نبداو بالقلب الاخير بعدها المعلومه مندي ا آه تروح الكي دي. وبعدها كي سي تقلد كي دي وبعدها كي بي تقلد كي سي صارق. وبعدها كي ا آه تقلد كي بي وبعدها المعلومه من كي ا آه ترجع الدي دي اذا مش تلاحظوا معلومه تمشي يسار حلقيه او يسار دوراني مع انا كي نرسم هذه نجيب اليدين المساعدتين نرسم خط باتجاه يد اليسرى باسكو لا هنا شحن تسلسل ازاحه يسار دورانيه من بعدها كي نرسم هذا الخط شكون هو القلب اللي نبدا به اللي هو القلب الاخير اذا المعلومه تبدا دي من بعد المعلومه تخرج من كي دي تروح الى مدخل القلاب الثالث ديسي سي يسارا بعد تخرج المعلومة من كي سي تروح يسارا إلى مدخل قلاب دي بي بعد ذي تخرج من كي بي تروح يسارا إلى مدخل قلاب دي أ ومن بعدها المعلومة هذه لا تنفذ إذا المعلومة واش يسرى لازم هذا القلاب يشحن. يا لازم له ليفت أنا ما عنديش شيفت ليفت شحن تسلسلي أنا عندي عداد جونسون عداد جونسون شو قلنا عليه يشحن روحه بروحه بآخر مخرج المنفي إذا شكون هو آخر مخرج خي بدينا نمشيو هكذا هكذا كي لقينا هو آخر مخرج والمخرج المنفي واش يولي كي أ بار إذا إذا كما هذا الشخص كفاه عدد جونسون يشحن روحه؟ يشحن روحه بروحو عن طريق المخرج المنفي. إذا نرسمو الكي آ بار ونطلعوها لفوق ونديوها المدخل الأول اللي هو دي أ. آه. هنا كملت كملت شحن تسلسل إزاحة يسار دورانية وعرفت بلي عدد جونسون يشحن روحه بروحو بالمخرج المنفي. آخر حاجة بقاتلي اللي هو تفريق كما كنتم تلاحظوا تفريق تفرعي باه نتحكم في محرك خطوة خطوة. واش معناتها نجيبو قلم. ونارسمو كي ا تحكم تحكم في الوشيعة ال كي بي تحكم في الوشيعة ال دو وكي سي تحكم في الوشيعة ال وكي دي تحكم في الوشيعة ال كات وهنايا مبروك عليك راك خدمت مخطط منطقي لسجل جونسون سعته اربع ابيات نوع الشحن تاعو تسلسل ازاحه يسار دورانيه تفريغ تفرع اذا هنا واش نكتبو عدد جونسون ذو الشحن تسلسلي إزاحة يسار حلقي وتفريغه تفرعي كملنا سؤال ثلاثة روح السؤال أربعة جماعة سؤال أربعة طلب منا إكمال جدول الحقيقة وعطانا كي أ كي بي كي سي كي دي بهذا الشكل جماعة يعني لازم تعرف كيفاه تخرج الجدول الحقيقة ماشي شرط لازم يعطيها لك مرتبة بهذا الشكل كان قادم يمد لك كي دي وبعدها كي سي وبعدها كي بي وبعدها كي أ لازم ما تحفظش إذا أنا كما عطاها لي بهذا الشكل جماعة شوفوا معايا باه نخدم هذا الجدول الحقيقة إذا خي على بالكم باللي باللي دي دي واش يقلد ديدي شوفوا معايا ديدي واش يقلد يقلد كي ا بار لازمني نجيب كي ا بار مساعد معناتها في وثيقه المحاولات حاول ترسم جدول حقيقه وزيد كي ا بار بهذا الشكل يجيب بهذا الشكل صاي اوكي من بعدها من بعدها الحل الابتدائي القلابات كامل يساوي صفر جماعة بما انه كي ا يساوي صفر كي ا بار شو يساوي يساوي واحد هكذا سهل ما فيها حتى اشكاليه من بعدها نملاو بنفس الطريقه وش معناتها كي دي واش يدير ها شوف كي دي واش يدير يقلد كي ا سهلة وكيس سي وش يقلد؟ يقلد كي دي وكي دي كي يقلد؟ يقلد كي سي. وكي ودي أو شي يقلد؟ يقلد دي بي معناتها نخدمو بالأسهم هاي نبدأ جماعة إذا دي دي وش قلنا؟ يقلد كي أبار كي أبار وش يساوي؟ واحد وكيس سي, وكي سي وش يقلد؟ يقلد الحالة السابقة تاع دي زيرو والكي بي وش يقلد؟ الحالة السابقة تاع وش هي زيرو وكي أو وش يقلد؟ الحالة السابقة تاع بي زيرو بما أنو كي اي يساوي صفر معناتها كي أ بار يبقى واحد بنفس الطريقه كيدي يقلد واحد حاله سابقه وكيسي يقلد الواحد السابق تاع كيدي وكي, بي قلد حالة كي سي وكي أوشي قلد يقلد حاله سابقه كيسي راهي زيرو هنايا وكي اوش يقلد يقلد حاله سابقه كبيره راهي زيرو بما انه كي اي آه يساوي صفر كي ابار آه واحد بنفس الطريقه بما ان واحد كي كيدي واش يساوي واحد كيسي واش يساوي واحد كي دي كي بي يساوي واحد وكي ا آه يساوي زيرو بما انه كي ا آه زيرو كي ا آه بار مازال واحد اذا في اللي كي دي جبهه الرابعه كي دي يقلد واحد كي سي يقلد واحد أه كي بي يقلد كي سي سابقه واحد وكي ا آه يقلد واحد هنا ركزوا معايا مليح بما انه كي ا آه اصبح يساوي واحد اذا كي ا آه برج شي سير يسير إذن مع شي يساوي صفر اذا مع ان تعدد شحن تاسيس اذا كان مرة لو يقلد الوحدات النهار اللي ولا كي ا آه بار يساوي صفر يولي يمد له المعلومه صفر يولي يقلد الاصفر اذا كي تجي جبهه رقم خمسه اذا كي دي يقلد زيرو كي سي يقلد واحد أه كي بي يقلد واحد وكي اي قلد الواحد شتو الاسهم كانت تساعد فينا سهلتنا كل شيء اذا بما ان كي اي واحد كي ا بار يساوي صفر اذا الجبهه السادسه كي دي يشى يقلد زيرو كي سي يقلد زيرو كي بي قلد واحد وكي اي قلد واحد وبما ان كي اي سي واحد كي ا بار مازال يساوي صفر الجبهه السابعه كي, كي دي يقلد زيرو كي سي يقلد زيرو كي بي يقلد زيرو وكي اي قلد الواحد بما انه كي اي يساوي واحد كي آبار بار مازال زيرو كي تجي جابها رقم ثمانية اذا كي دي يقلد زيرو كي سي يقلد زيرو كي بي يقلد زيرو وكي اي يقلد زيرو وبما انه كي اي يساوي صفر كي آبار بار شيو يساوي يساوي واحد وزيت تعاود بنفس الطريقه هنا مبروك عليك خدمت جدول الحقيقه لعدد جونسون بعد ما كملت كي آبار لو كان ميمد في البكالوريا ولا في التمرين امسحها بهذا الشكل شوف احنا نمسحها اوكي نحيها ورجع هذا بهذا الشكل اوكي على هذه لازم من جي نخدم الجدول الحقيقه اذا كان نشحن بالكي ا بار حاول ترسم كي ا في الكي ا بار بار في الجدول الحقيقه واذا كان يمشي لعدة جونسون دي كي دي بار حاول تصب كي دي بار واش راكم تلاحظوا في العدة جونسون هنا ولا عكس عكس عدة جونسون شحن تسلسل ازاحيه من دوران واش ولا أربع أصفار بعدها وين راح؟ ألف بعدها ألف ومية بعدها ألف ومية وعشرة بعدها ألف ومية وحداش بعدها واش ولا؟ زيرو بعدها 0 111 بعدها صفرين 11 وبعدها ثلاث اصفار وواحد وبعدها اربع اصفار ننطقهم يعني لك بنظام عشيري، باش تعرف ترتيب الوحدات المنطقيه هنا واش درنا جماعه كملنا السؤال رقم 4 نروحوا لسؤال رقم 5 السؤال رقم 5 طلب منا اكمال مخطط زمني لعداد جونسون شحن تسلسل الازاحه يصاد دورانيه اول حاجه هذا هو المخطط الزمني عندي اكس 60 واش يضيفته المسح وإكس 63 هي الإذن بتشغيل نهار لي تكون صفر ما يصرى والو نهار لي تولي واحد هنا يحدث لي إذن بالإزاح والإكس 60 نهار لي تساوي واحد واحد او اي عدد يساوي واحد نفي تاع صفر واش تكون كي تعود واحد منطقي تمسح سجل وكي تكون اكس 60 صفر منطقي السجل يكون خامل كان قادر في بلاصه اكس 60 يمد لك انيت المسح اليدوي هنا في التمرين فضل يمد لك اكس 60 وحدها صايب هاي يا جماعه اول حاجه باه نكملوا مخطط زمني راح نشوفوا اشاره الساعه كما كنت تلاحظون هنا عند جونسون اشاره الساعه ما داخل القلبه تاع اشاره الساعه كامل يخدموا الجبهه الصاعده معناتها نروحوا لاشاره الساعه تي ونعينوا الجبهات الصاعده كامل هذا هم والجبهات الصاعده خير على بالكم واش هما هي حاله انتقاليه من صفر واحد كي تصعد هي جبهه صاعده بعد ما درنا جبهات صاعده نديرهم اسقاط على المخارج كي ا آه كي بي كي سي كي دي من بعدها جماعه كي كملنا اشاره الساعه نروحوا نشوفوا كلير كلير باش يمشي يمشي بالمستوى الادنى وبما انه اكس 60 كي تمد لها واحد هذه بوابه بو اور واحد او صفر كي يساوي واحد نفي الصفر واحد نفي الواحد صفر واش معناتها صفر يوصلك لير ا او يوصلك بي يوصلك لير سي يوصلك لير دي معناتها ما داخل الارغم في هذه الحاله تكون نشطه لما اكس 60 يساوي واحد وتكون خامله لما اكس 60 يساوي صفر اذا في هذا المجال هاندت لها رمز او معناتها نشطه وهادو واش معناتها راهي خامله اذا اكس 60 هنظللتها لكم باللون الاخضر واش معناتها هنا ما داخل نشطه معناتها كامل مرغومه على الصفر ويكون فيها مسح واش يبقى لنا يبقى أنا هذا المجال يبقى لنا حيحدث فيه شحن تسلسلي اذا يسار دوراني ها يا جماعه من يا جماعة كي نجي نخدم هذا السجل بعد ما كملت اشاره الساعه والمسح نسال راهي سؤال هذا السجل اللي راح نخدمه العداد يا ترى هل هو العداد او سجل بما انه عداد جونسون هو سجل ما يغلطكمش الاسم نكتب هنا تقليد باه بعد كلمه تقليد تساعدني بزاف باه ما تسرعش. من بعدها يا جماعة روحوا نشوفوا عدد جونسو شو شكون هو القلاب اللي يشحن الأول راكم تلاحظوا باللي قلاب ديدي هو اللي يجيه المعلومة هو اللي يشحن الأول وتجيه المعلومة من كي أ آه بار معناتها هذا ندير عليه إكس ومن بعدها هنا كي أ آه بار آه هنايا واش معناتها عذرا نجمع جماعة ماشي كي دي بار معناتها كي أ آه بار تمد المعلومة لواش تمدها لكي دي ومن بعدها المعلومة من كي دي يا جماعة هاني درت عليها إكس معناتها نبدا هي نرسمها الأولى كي نرسم ديك إكس يا جماعة معناتها أبدا بها هي الأولى كي ترسم كي دي صحيحة راه هكذا اذا بعد كي ترسم كيدي المعلومه من كيدي وين تروح الكيسي بازاحه دور نحو اليمين تاخر قدره دور والكيسي معلومه واش يدير قلد معلومه كيسي بتاخر دور وكي اي قلد كيبي بتاخر دار، صاي من بعدها جماعه باش نبدا نبدا بالكيدي اذا جماعه طريقه بسيطه جدا وش قلت لكم عليها في عدد جونسون احسب عدد القلابات قدر عندي قلب كاين أربعة اذا وش دير اخدم ارسم ربع وحدات منطقيه معناتها مستوى ادنى واحد ما بين جبهه جبهه هو واحد منطقي. مستوى الاعلى واحد، زوج، ثلاثه، اربعه. صاي؟ واحد واحد واحد. عدد القلابات، صاي؟ ومن بعدها بنفس الطريقه كل قلاب يقلد صفه اربع مرات، يقلد صفر عدد القلابات، معناتها زيدوا نعاودوا نرسموا اربع اصفار اربع مرات، عدد القلابات. صاي؟ اثنين، ثلاثه، اربعه، بهذا الشكل. لو كان مثلا عدد جونسون ثلاث قلابات، واش معناتها اصلا ثلاث واحدات منطقيه، وثلاث اصفار منطقيه. سهله. من بعدها جماعه، هاني كملت كيدي، إذا كيسي جمع واش يقلد؟ شتبعو الأسماء؟ كيسي شي قلّد، يقلد كيدي، و قدره قدّره الدور، إذا واش ندير؟ ها معلومة من كي... معلومة من كيدي وين تروح؟ تروح القلاب الصيني. إذا نديرو تأخر الدور هذا هو، تأخر الدور، ومن بعدها نجيب بيدي ونهزها كيما راح. صايي، بعد ما كملت كيسي، نزيدو نشوفو كيبي واش يقلد؟ جمع يقلد كيسي، وثاني كذلك تأخر دور بالنسبة لكيسي. إذا نديرو تأخر دور ونهزوها كيما راحي. وننقلوها الكيبي بسيطة جدا ما فيها حتى إشكالية الطريقة اللي عطيتها لكم يا جماعة وأنت مغمض عينيك 30 ثانية تكمل عد مخطط الزمن لعدة جونسون وهذه الطريقة تلقاوها غير عندي ما تلقاوها حتى في قناة أوروبية ولا أجنبية من بعد يا جماعة نزيد نروحو نشوفو القلاب الأول وش يقلد يقلد القلاب الثاني ميت آخر قدره دوري معناتها نهزوها كما راهي ونطلعوها إلى الأسفل ومن بعدها بعد ما كملت هادو نكمل هادو اللي لي أصفار بهذا الشكل اوكي سهله ما في حتى اشكاليه من بعد جماعه واش نديرو من بعدها عدة جونسون يرجع الاصفر كما راكم تشوفوا هذا هاني يعني لونتوكم باللون الاحمر اذا هنا عدة جونسون شو صار له يولي اصفر وهذه لو لونتها باللون الاصفر الازرق لو كان مثلا يعطيكم جبهات كثيره واش تولي تولي هذه لها مظلله باللون الازرق هزها وديها بعد الاصفر ولا تحب بعد ما توصل الاصفر زيد تجيب النقطه هذه وابدا احسب ربع وحدات ربع مرات وربع اصفار ربع مرات وبنفس الطريقه هنا مبروك عليك خدمت مخطط زمني لعدد جونسون شح تسلسل الازاحه يسار دوراني كاين جماعه اللي ما, تحس... تعجبهمش هذه الطريقه كاين طريقة ثانية اللي هي معناتها ناشم مخطط زمني انطلاقا من جدول الحقيقه راكم شايفين على جدول الحقيقه اللي عطيت لكم في سؤال رقم أربعة واش معناتها في الحاله الابتدائيه المخارج كم يكونوا ربع اصفار ناقص ربع اصفار من بعد شكون كل يولي واحد منطقي اللي هو كيدي معناتها تولي 1000 راكم تشوفوا اخي قلت لكم 1000 واش معناتها

11 ولا دبل زيرو 11، معناتها هذه الصفر وهذه الصفر وهذه واحد واحد، من بعدها واش تجي ثلاث أصفار واحد منطقي، راني يعني شغل نبدا فيها من جدول حقيقة شمعة، أوكي، وهذه واحد، ومن بعدها عدى جونسون هذه يرجعوا الأصفار كامل، من بعدها كي يرجع الأصفار زيد يعاود تحدث تبد... الإزاحة، تولي 1000، معناتها واحد ثلاث أصفار، كيدي واحد والبقية ثلاث أصفار، من بعدها تولي 1100 و معناتها واحد واحد، وهذه زيرو زيرو. وهنايا كملنا المخطط الزمني لعداد جونسون شحن تسلسلي اذا يسار دورانية روح السؤال رقم ستة في تمرين رقم ثمانية طلب منا حساب قيمة الدور تي علما ان تي واحد دورة رئيسي تاع اشارة تسعة اش وش يساوي صفر فاصل خمسة ثانية بنفس الطريقة جماعة واش قلنا في العداد جونسون كي ا آه واش تساوي نفسها كي بي نفسها تساوي كي سي نفسها تساوي كي دي وتساوي اثنين في ان معناتها عدد قلابات في اشاره الساعه تي اش اللي تغذي عداد جونسون وبما انه كاين ربع قلابات ان يساوي ربعة اذا واش يساوي اثنين في ربعة تي اش ويساوي ثمانية تي اش اذا نكتبوا تي اثنين هذه واش تساوي هي نفسها آه هي نفسها تي اه هي نفسها كي دي هي نفسها كي سي هي نفسها كي بي هي نفسها كي ا آه وتساوي اثنين في عدد قلابات ربعة في تي اش وتساوي ثمانية تي واحد صحيح حنا كان مفروض نكتب لكم تي كي ا آه لانه مربوط بكي ا آه مي نورمال ماشي غلطه هذيك كي ما كاتب تي 2 تساوي كي دي نفسها لانه نفس القيمه ومن بعد ندير تطبيق عددي تي 2 يساوي 8 في 0.5 ويساوي 4 ثواني اذا الدور الجديد في عدد جونسون يساوي 4 ثواني ضعف 8 مرات من دور الاساسي لاشاره الساعه الاساسيه هذا بالنسبه لسؤال رقم 6 روحوا السؤال رقم سبعة قال لكم اكتب معادلة مداخل معادلة رمز الزيرو معادله ومعادلة إشارة الساعة بنفس الطريقة هذا هو عدد جونسون نبدأ في معادلة مداخل المعلومات كي أ آه دي أ آه دي بي دي سي دي دي إذا دي أ آه جماعة واش يساوي دي أ آه لو كان تبعو هذا واش يساوي يساوي كي بي التوفيق تاعو كي بي كي بي واش يساوي تبعوا هذا الخط يساوي كي سي دي سي واش يساوي يساوي كي دي و دي هو اللي تجيه المعلومه من المخرج المنفي اللي هو يساوي كي ا ضعف هذا بالنسبه لمعادله ولا توفيقات مداخل المعلومات اما توفيقات ولا معادله المسح اللي هي هذه اللي هي هذه رميز ا زيرو تساوي اما تساوي اكس 60 او انيت الكل نجيبها من المخطط المنطقي اللي رسمته هنايا ولا نجيبها من المخطط الوظيفي معطى من طرف الصانع اذا رميز ا زيرو يساوي اكس 60 او اني تقول بار هذا بالنسبه لمعادله المسح او توفيقه المسحه اما سؤال اخر وشي هو معادله الميقاتيه لدينا سي كا آه هي نفسها سي كا بي هي نفسها سي كا سي هي نفسها سي كا دي وشكون يتحكم في إشارة الساعه اللي هو اش في اكس 63 واش معناها نجيبوها من, من المخطط المنطقي اللي رسمته ومنجيبها من الوثائق الصانع اذا واش نكتبوا هنايا سي كا واش تساوي اكس 63 في اش هنا كملنا التمرين الثامن ونروحو التمرين رقم تسعة هاي يا جماعة في التمرين رقم تسعة كذلك عطانا التركيب فيه طابقين طابق طابق واحد السؤال الأول ما وظيفة الطوابق السؤال الثاني ما وظيفة ديود تي اثنين وريد ورايت وكلير سؤال ثلاثة أكمل تصميم المنطق للطابق اثنين أربعة معادلات مداخل وقلابات والمسح وإشارة الساعة جماعة وقفوا التركيب وحاولوا في التمارين وكي تكملوا مشروع الفيديو وقارنوا إجابتكم مع إجابة نموذج الأستاذ وبتوفيق لكم إن شاء الله هيا جماعة نبدأ نحلوا التمارين روحوا التمارين رقم تسعة أعطانا هذا التركيب وسؤال الأول قال لنا ما وظيفة الطوابق بنفس الطريقة روحوا لهذا التركيب اش شاكم تلاحظوا اللي هي ان او 555 بما انه قطب 2 مربوط مع قطب 6 اذا هذه ان او 555 وظيفتها توليد اشاره سعاد للطابق الثاني صاي وبما انه هذا ديود شو وظيفته يا جماعه واش وظيفه نتاعو؟ كي يجي مكثفه تشحن يمشي التيار من في روح سي يروح للمكثفه كي يوصل النقطة هذي، يلقى المقاومه هذه ويلقى ديوت استقطاب مباشر على توازي وحده ويعتبر سلك، في هذه الحاله تيار واش راح يتبع؟ يتبع الطريق السهل، اذا دي اثنين واش وظيفته؟ قصر المقاومه r 12، اذا ان او 555 تشحن عبر عبر مقاومه r 11 فقط، وتفرق عبر مقاومة R12 فقط باسكو على تيا كيجي من يلقى ديال في استقطاب العكسي وكافي قاطعة مفتوح وبما انه مقاومه مقاومة R11 لا تساوي R12 فإن الإشارة راح تكون مستطيلة ولا تكون مربعة هذا بالنسبة جماعة تركيب الأول طابق الأول روحوا الطابق الثاني جماعة كاين الأساتذة بزاف يفوتوا عليه هذا وهذا طابق مهم جدا إذا هذا وش هو جماعة هو سجل ذاكرة سجل الذاكرة، كيف عرفتوا سجل الذاكرة؟ لأنه شحنها تفرع باستخدام مداخل المعلومات وليس مداخل الإرهاب، معناتها المعلومة اللي أحد مدها تفرعيا اللي هي O1 و2 و3 و4، ربطتها على تفرع مباشرة بدي A D B D C D D، إذا وش معناتها ذاكرة سعتها أربع بي أربع أبيات ولا 4 بيت ولا نصف الأوكتي وتفرغها كذلك تفرعي كي A كي B كي C كي D، هذه الذاكرة جماعة وش فيها؟ فيها المدخل الأول إير اللي هو المسح، إذا شكون يتحكم فيه فيه كلير؟ اي ذاكرة لازم يكون عندها مسح في اي لحظه تمسح المعلومه منها وعندها البوابه هذه تاع اذن بادخال المعلومه تفرعيا اذا شكون يقوم بها يقوم بها رايت اذا كان رايت تساوي 0 0 في اشاره 9 0 0 المعلومه هذه 1 او 2 او 3 او 4 أو ما تدخلش نهار الرايت تساوي 1 1 في اشاره 9 تساوي اشاره 9 هنا اشاره 9 تولي تمد الاوتوريزاسيون اذا 1 او 2 او 3 ثلاثة او 4 ثلاثة أو يدخل الى سجل الذاكره ومن بعد يتفرع تفرعين. ويريد وش وظيفتها جماعة؟ يرد وش وظيفتها؟ إظهار المعلومة. إذا كان تريد تساوي صفر، المعلومة ما تخرجش من ذاكرة. إذا كان تريد تساوي واحد، معلومة تخرج من ذاكرة. بتفهموها بعد كي نعطيكم تصميم منطقي جيكم سهلة إن شاء الله. إذا هذو المداخل تفرعية. وهنا مخارج تفرعية. هاي جماعة نكتبوا إذا الطابق الأول شو وظيفته؟ توليد إشارة ساعة باستخدام قلاب لا مستقر إن أو خمس مئة وخمسة واللي يحب يفهم إن أو خمس شرحتها بالتفصيل. طابق إثنين ذاكرة سعتها كات أو أربع أبيات ولا نصف الأوكتي، وظيفتها تخزين المعلومات تخزن المعلومة. إثنين ما وظيفة دي إثنين أريد ورايت وكليا رايت قبيله. إذا ديود اثنين مش وظيفته؟ وظيفته قصر المقاومة وش هي؟ اللي يوازيها قصر المقاومه اثناعش A12 أثناء الشحن، والديود هذا يجمع وقته يقصر يعود وحده على التوازي، كيعود وحده، ما تكونش معاه مقاومة على التسلسل، أي حاجة يكون معاها على التوازي وفي استقطاب مباشر راح يقصرها، إذا ديود اثنين وظيفته قصر مقاومه اثناعش A12 أثناء الشحن. سي 2 نجمة قد يجيك سؤال هذا السي 2 وش وظيفتها اذا سي بما انه مربوطة بالقطب الخمسة المراقبة اذا السي 2 وش هو وظيفتها مراقبة اشارة الخروج ولا تساهم في استقرار اشارة الخروج اما سي واحد وظيفتها الشحنة والتفكير X11 الجماعه بما انه مربوطه بال4 و4 هو المسع وX11 معناتها جماعة, جماعه كي تنص مرحله X11 تمد واحد منطقي معناتها كي تمد واحد منطقي كلير شولي خامل كيعاود كلير ولي خامل تولي اشاره ساعة تخرج واحد 0 واحد 0 نهار X11 تولي صفر تولي كلير نشطه اشاره ساعة الساعه 0 اذا X11 الجماعه في هذه الحاله وش وظيفتها وظيفتها اذا بتوليد اشاره الساعه روحو كلير اذا كلير جماعه واش وظيفتها بما انه كلير مربوطه بالار مسح الجماعي واش وظيفتها مسح الذاكره روحو رايت رايت هذه جماعه اذا مديت لها زيرو زيرو في اش يساوي صفر والذاكره تولي ما كاش اشاره ساعة ما تقدرش تدخل المعلومه واذا رايت مديت لها واحد رايت مديت لها واحد واحد في اش يساوي اش معناتها حتولي كاينه اوتوريزاسيون وهذه المعلومه تدخل للذاكر اذا واش وظيفتها رايت وظيفتها اذا بشحن الذاكره او ادخال معلومة للذاكره ريد اجمع ريد وظيفتها بما انه مربوطه بالمخرج ومن بعد نرى نلقاوها باللي هذو راح يكونوا بوابات ان ريد وظيفتها وظيفتها اذا باخراج المعلومه اذا كانت واحد راه تخرج المعلومه اذا كانت صفر المخارج كامل يكونوا اصفر المعلومة ما تخرج واحد اثنين او ثلاثة او اربعة واش هي هي المعلومة المراد شحنها في وسط الذاكرة معلومة مراد شحنها تفرعيا داخل الذاكرة صحيح يا جماعة نورمال مجاوبتكم بكل تفصيل إذن هاي نكتبو دي اثنين وظيفة قسم مقاومة ار أثناء الشحن رايت واش هو إذن بإدخال معلومة ولا إذن بالكتابة في الذاكرة كلير واش وظيفتها مسح الذاكرة ريد واش وظيفتها إذن بإخراج المعلومة من الذاكرة ولا نقولو إذن بالقراءة جماعة كما كلير كلير واش وظيفتها وظيفتها المسح كما هنا المسح راه يمشي لو كانت مدلها الواحد تمسح كلير لو كانت مدلها زيرو ما تمسحش باسكو كاينة بوابة نوت روحوا سؤال رقم ثلاثة سؤال رقم ثلاثة طلب منا تصميم منطقي لطابق اثنين هو طابق ذاكرة سعتها نصف الأوكتي أول حاجة لازمنا قلبات دي لو كان ما قلبات دي نحولوهم للدي في هذه الحالة ما كان حتى تغيير ثاني حاجة شكون اللي مد إشارة الساعة للذاكرة بتدخل معلومة عندي بوابة أند مدخل الأول تاعها اللي هو رايت الكتابة مدخل الثاني أش ومن بعدها نفس الطريقة نسأل روحي سؤال الذاكرة هي تنتمي إلى سجلات، إيش معناتها؟ لازم تكون مداخل إشارة الساعة لكل قلبات لازم تكون متزامنة، معناتها عندهم نفس إشارة الساعة، معناتها كي نصم إشارة الساعة كامل نربطهم بنفس النقطة، معناتها مداخل قلابات تاع إشارة الساعة عندهم إشارة الساعة مشتركة. بعد ما كملت إشارة الساعة وين نروحو؟ نروحو للمسح، المسح شكون يقوم به؟ يقوم به يقوم به, يقوم به. إذن كلير، اذا كلير واش لها بوابة نوت، باه تعود تمسح بالواحد منطقي، لو كان كلير مدها واحد تمسح، لو كان مدها ولي تولي خامل. من بعدها نربطها بكل مداخل ارغام كلير ا كلير بي كلير سي وكلير دي من بعدها جماعه واش بقانا بقانا شحن تفرعي تفريغ تفرعي شحن تفرعي باستخدام مداخل تفرعي اذا كما راكم تلاحظوا قبل هذه مداخل ارغام بروسيسات ما نحتاجهمش باسكو ما نشح نحتاج شحن تفرعي باستخدام مداخل ارغام اذا بروسيسات كامل نقل من منهم بواحد منطقي من بعدها نروح نشوف المعلومه مورد ادخالها تفرعي واش سماها هذه 1 و 2 و 3 و 4 نبداو نرسمو، إذا دي أ آه نربطها بالو1، والاثنين ندخلها في قلاب بي، وثلاثة ندخلها في مدخل قلاب آه سي، وربعة ندخلها في قلاب دي، هنا واش درت؟ شحن تفرع باستخدام مداخل المعلومات. بعد نروحو للتفريغ يا جماعة، ركزوا معايا في التفريغ. في التفريغ ما نقدرش نخرج الأسهم مباشرة من القلابات، لو كان خرجوا اسهم مباشرة من القلابات نولي ما نقدرش نتحكم في إخراج المعلومة، تولي المعلومات تخرج مباشرة. بعد نحلو هذا المشكل واش نديرو؟ راكم شفتوا خرجنا المخارج على التوازي بهذا الشكل وهذا المخارج شوف شو راح لهم ركزوا معايا مليح راح نزيدوا لهم بوابه اند اذا قلب الاول زدنا له مخرج تاع بوابه وهذا السلك الجديد اللي سميته ريد شو واش ندير نربطه بوابه اند هنا واش تولي سهله اذا كان يريد يساوي صفر تولي صفر في كي ا آه تساوي صفر المعلومه ما تخرج اذا كان يريد يساوي واحد واحد في كي ا آه يساوي كي ا آه. تخرج المعلومه نفس الطريقه نرسمو بوابه اند نربطوها بالريد وبوابه اند ثالثه نربطوها بالريد وبو رابعة نبدأ بإريد إذا نريد وش هو هو إخراج المعلومة جماعيا ما عندك يعد صفر ما يخرج معلومات في كل قلابات نهار يدي يساوي واحد يخرج معلومة كل قلاب ومن بعد هنا واش نكتبه صارتي أ وهنا صارتي بي وهنا صارتي سي وهنا صارتي دي ولا أوت أوت بوت أ أوت بوت بي أوت بوت سي أو أوت بوت دي هنا يا جماعه مبروك عليك صممت سجل ذاكره سعتها نصف الاكتي وفي الرام وروم ومن يخدموا كما هذه نفسها كما راكم تلاحظوا انما يخدموا بواحد اكتي يعني قد فيها نفسها فيها ثم قلبات صحيح؟ اللي تساوي سعتها واحد الاكتي اذا ما هذا ما هو هذا التركيب هو ذاكره الكترونيه سعتها نصف الاكتي يعني ربع قلبات شحنها تفرع بمداخل مداخل دي وتفرغها تفرع نروحوا السؤال الاخير في هذا التمرين التاسع طلب منك كتابه معادله مداخل معادله طراز معادله اشاره ساعه اذا دي اجمع دي او يساوي يساوي او واحد معلومه او واحد دي بي وش يساوي يساوي معلومه او اثنين دي سي وش يساوي يساوي المعلومه او ثلاثه ودي دي وش يساوي؟ يساوي او أربعة وهذه او واحد او اثنين او ثلاثة او أربعة هي معلومة بصفة عامة يعني كما او واحد قادرة تكون واحد وقادرة تكون صفر قادر ندخل صفر منطقي نحتفظ به قادر نحتفظ بواحد منطقي أما راز شكون يقوم بها؟ يقوم بها كلير كل ما فيه معناتها نخرجها منها ولا نقدر نخرجها من المخطط الوظيفي للذاكرة معطى من طرف الصانع إذا راز شو يساوي؟ يساوي كلير بار واش بقى لنا؟ بقى لنا سيكا جمع آه كلوك كلوك أ كلوك بي كلوك سي كلوك دي كامل متساويين باش كون متزامنين وشكون يتحكم فيهم يتحكم فيهم رايت فوا اش اذا اشارة الساعة سي تساوي نقدر نخرجوها كذلك من المخطط الوظيفي اذا واش تساوي تساوي رايت فوا ولا في اش هذا بالنسبة اشارة الساعة قد يجيك سؤال يقول لك خرج لي معادلة المخارج صورتي اذا اس اجمع واش يساوي يساوي كي ا كي ا في ريد اس بي يجمع واش يساوي اس بي واش يساوي يساوي ريد فوا فوا واش فوا كي يساوي كي ب فوا ريد وال اس سي واش يساوي يساوي ريد فوا واخر حاجه يجمع واش هي اللي هي اس دي اس دي واش يساوي يساوي ريد فوا كي دي وهذا هو تمرين رقم تسعة ما في حتى إشكالية هذا تمرين جامي جاء في الباكالوريا نتمنى كامل تكون عندكم معرفة على الذاكرات سواء نصف أوكتي أو واحد أوكتي هيا جماعة روحوا آخر تمرين اللي هو تمرين رقم عشرة هيا جماعة هذا تمرين رقم عشرة يحتاج تركيز بزاف وهذا تمرين للأساتذة الجدد وللطلبة المتميزين كي شخص يفهمني من تمرين الأول تسعة صعيد. راه وصل للطوب اللي يحب يزيد يتثقف اكثر واكثر يحل تمارين رقم 10 خاصه الاساتذه الجدد هيا يا جماعه روحوا تمارين رقم 10 في التمرين رقم 10 واش قال لنا؟ قال لك صمم سجل سعته نصف اوكتي يحتوي على مبدله اس. هنا واش راح يعطي لك؟ يعطي لك سجل نخدموا فيه زوج اه زوج احتمالات. واش قال لك؟ هذه المبدله اس اذا كانت الصفر النهار تقلبها النهار تكون قاطعه مفتوحه واش يصبح؟ يصبح سجل شحن تسلسلي ازاحه نحو اليمين. معناتها يولي يخدم خدمة شحن تسلسل إزاحة يمين فقط، ونهار اللي تغلق المبدلة، نهار تولي أس يساوي واحد، يصبح سجل شحن تسلسل إزاحة نحو اليسار. جماعة وقفوا الفيديو وحاولوا في التمرين واللي كمل يشوف الإجابة النموذجية. هاي يا جماعة نحلوا التمرين التمرين هذا بسيط ما فيه حتى إشكالية. جماعة قبل ما نبداو في المسألة المنطقية هذه أول حاجة واش لازمنا نبدأ بالحوايج البديهية. باه نخدم هذا السجل نخدم له إشارة الساعة. ونخدم له المسح ومن بعدها نروح للافكار. اذا بما انه سجل انا سميتها اش بصفه عامه واش لازم يكون عنده نفس اشاره الساعه. اوكي. هنا واش معناتها ما درتش الاذن. وكل واحد شخص واش بس باسكو ما عنديش مخطط وظيفي حنخدم عليه. ثاني حاجه هذا السجل لازم يكون عنده مسح سميته انيت. ندير له بوابه النوت باه يولي انيت يمشي بالواحد ونربطه بالمسح الجماعي. بهذا الشكل ما كان حتى اشكاليه. بعد ما كملت هذو جماعه واش ندير؟ نروح نقرا المساله المنطقيه ونحاول نحللها. هاي نبدا يا جماعه قبل هذه ما دخل ارغام ما نحتاجوهمش ديزاكتيفيهم بالواحد ومن بعدها نحلوا المساله المنطقيه هاي الاولاد شوفوا معايا اول حاجه واش قالنا قالنا هذا السجل قاد يكون شحن تسلسل ازاحه يسار او شحن تسلسل ازاحه يمين وقتها قالنا يساوي شحن تسلسل ازاحه يسار إزاح لما اس يساوي واحد واش ندير يا جماعه النهار اللي يكون شحن تسلسل ازاحه يسار خرج معادله دي ا دي بي دي سي دي دي ونخرجوهم او واش قالنا او بالمنطق بلوجيك واش معناتها زايد او واش يكون شحن تسلسلي ازاحه يسار بنفس الطريقه وقت يكون شحن تسلسلي ازاحه يسار لما المبدله اس تساوي زيرو بنفس الطريقه نخرجوا دي ا نخرجوا دي بي نخرجوا دي سي ونخرجوا دي دي من بعد جماعة من المعادلة الأولى والمعادلة الثانية نخرجوا المعادلة الكلية، المعادلة الكلية هذه اش درنا؟ راح تحققنا تحققنا شحن تسلسل اليسار أو شحن تسلسل اليمين، إذا المعادلة إجمالية خرجوا دي أ جديدة ودي بي جديدة ودي سي جديدة ودي دي جديدة، هذه لازم نوصل لها. سهلة ما فيها حتى إشكالية، دروك يا جماعة باش راح راح بشحن تسلسل إزاحة يسار خارج المعادلات، بعد نخدم نبدأ باليمين أفضل، بعد نخدمو سجل شحن تسلسل إزاحة اليمين خلاكم شايف كيف نخدمو شيفت رايت نربطوها بدي أ كي أ نربطوها بدي بي إزاحة المعلومة اليمين بهذا الشكل من بعد المعلومة هنا توصل دي دي تنفذ من بعدها لا صمت هذا الجماعة باه نخرج المعادلة فقط دوك نمسحوها إذا 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 كان أس يساوي صفر شحن تسلسل إزاحة اليمين دي أ في هذه الحالة واش تساوي شوف دي أ دي أ تساوي شيفت رايت نكتب شيفت رايت دي بي واش تساوي كي أ نكتب كي أ دي سي واش تساوي تساوي كي بي وديديو وش يساوي كيسي ومن بعد واش ندير يا جماعه نمسح هذا صاي رسمت سجل شحن تاسس الازاحه يمين باش نخرج المعادلات من بعد نروحوا اه احتمال ثاني لما اس يساوي واحد شحن تاسس تاسس الازاحه يسار بنفس الطريقه نرسم سجل شحن تاسس الازاحه يسار باش نخرج المعادلات ونمسحها اذا بنفس نفس نخدموا شحن تاسس الازاحه يسار معناته القلب الاخير هو نشحن بشيفت ليفت من بعد المعلومه تخرج من كيدي وين تروح تروح مدخل دي سي بعد المعلومة تروح يسارا تخرج من كيسي تروح يسارا إلى دي بي بعد المعلومة تخرج من دي كي بي تروح يسارا إلى دي أ ومن بعد المعلومة تنفذ كي أ بعد ما رسم سجل إزاحة نحو اليسار فقط خرج المعادلة هاي نشوفها إذا دي أ وش يساوي يساوي تبعوا هذا الخط يساوي دي بي نكتبو كي أ يساوي دي بي روحوا دي بي نتبعوا هذا الخط واش هي التوفيقات تاعها تساوي كي سي وروحوا القلاب دي سي وش هي المعادله دي سي تاعها تتعلق بكي دي نكتبوا هنا كي دي واخر قلاب دي دي باش كون يمدلون المعلومه التوفيقه اللي هي شيفت ليفت بعد ما خرجت المعادله الاولى معادلة المعادل الثانيه درك واش ندير نمسح شوف واش راح ندير راح نمسح سجل ازاحه يسار فقط من بعدها جماعه واش ندير خرج المعادله الاجماليه بسيطه جدا ما فيها حتى اشكاليه اذا دي اجمع واش يساوي شوف معايا دي أه دي او ش تساوي دي او ش تساوي كي بي لما اس واحد واش غادي نقول لما اس واحد معناتها اس يساوي واحد هي اس معناتها دي او ش تساوي كي بي في اس او او واش معناتها في لوجيك او معناتها زائد معناتها دي او كي بي فوا اس او زائد واش تساوي تساوي شيفت رايت لما اس يساوي صفر، والاس يساوي صفر في المنطقه جماعه خير نرمز له اس بار اذا واش يولي اس بار في يو معناتها شيفت رايت right في اس بار اذا دي اجمع واش تساوي تساوي كي بي لما اس او زائد شيفت رايت لما اس بار اذا دي اوش يساوي هيا شوف شو يساوي يساوي شيفت رايت right لما اس يساوي صفر نرمزولها في لوجيك اس بار او او اش معناتها زائد يساوي كي بي لما اس فوا اس شتو كفا خرجتها بكل بساطه ما فيها حتى اشكاليه روحوا دي بي دي بي وش يساوي اسمع اجمع وش يساوي كي ا لما اس بار ها كي في اس بار او بلوجيك بالمنطق تساوي معناتها زايد او تساوي كي سي في اس هذه المعادله الثانيه التوفيقه الثانيه روحوا تسوي سي دي واش تساوي جماعه تساوي كي بي لما اس بار معناتها واش تساوي كي بي في اس بار او معناتها زايد في كي دي لما اس بسيطه جدا وروحوا اخر معادله دي دي واش تساوي تساوي كي سي لما اس بار معناتها كي سي فوا اس بار او معناتها زايد شيفت ثلاثة تساوي شيفت ثلاثة في اس صحيح مادام وصلت المعادلات الاجمالية راك حليت المشكل تاعك درك ما ما خرجت المعادلات هذه نطبقها نربطها في دي ا ودي بي ودي سي ودي دي صحيح اذا نحتاج المعادلات الاجمالية فقط ها من جبتهم ومن بعدها نبدا نطبق المعادلات الاجمالية شوفوا يا احنا نبدا بدي ا هيا اذا اس واش هو هو مبدلة نقدر نرسمها بهذا الشكل كذلك نرسمها بهذا الشكل إذا هنا هذا الخط وش معناته معناته واحد منطقي وبعد بوابة نوت معناتها صفر منطقي ولا تحبوا ترسموا مبدلة حاجة اللي تساعدكم أنا خدمتها لكم بالبوابة نوت صحيتو إذا بعدها هاي نبداو جمع دي أ دي أو شي يساوي ركزوا معايا دي أو وش يساوي يساوي شيفت رايت في أس بار معناتها واش نحتاجو هنايا نحتاجو بوابة أند هاني صمت بوابة أند البوابة الأند مدخل الأول باش مربوط مربوط بشي في الرايت رسمت لكم في الثاني باش مربوط باس بار معناتها بو... بعد بوابه صاي اذا هنا خدمت الطرف الاول تاع المعادله درك روح الطرف... الطرف الثاني الطرف الثاني جمعوا شي يساوي يساوي كي بي فوا اس اذا نحتاج بوابه ان فيها مدخلين المدخل الاول باش مربوط كي بي وراه كي بي هاي وراه كي بي نديها المدخل البوابه الاولى والمدخل الثاني باش مربوط مربوط بالاس هاني ربطتها بالاس صاي جماعه ما بين ما بين هذه وهذه واش كاين ما بيناتهم او اذا واش نحتاج هنا نحتاج بوابه اور اذا بوابه اور هي بوابه الجمع اذا مخرج مخرج تاع البوابه ان نربطو هنا ومخرج ثاني نربطه هنا اذا هنا جسدت هذه زائد هذه والمخرج تاع البوابه اور جمعها وين دي ا هنا واش راك خدمت راك خدمت دي ا بعد ما كملنا دي ا بنفس الطريقه واش نخدموا نخدمو دي اذا دي بي جماعه واش تساوي تساوي كي ا فوا اس بار واش معناتها نحتاجو بو بوابه ان مدخل الاول باش نربطوه نربطوه بكي ا بهذا الشكل ومدخل ثاني باش نربطوه نربطوه بالاس با صاي المتغير الثاني واش هو كي سي فوا اس معناتها نحتاج بوابه اند مدخل الاول باش مربوط مربوط بالكي سي بهذا الشكل ومدخل ثاني بالاس وما بين هذه وهذه كاينه او معناتها اور نحتاج بوابه اور بمدخلين هذه نربطوها هنايا وهذه نربطوها بهذا الشكل والمخرج البوابه اور هذا باش مربوط مربوط دي بي هنا واش جسد جسد دي بي دونك واش وين نروحوا نروحوا دي سي اذا دي سي واش تساوي تساوي كي بي فوا اس بار نحتاج بوابه ان من مدخلين المدخل الاول نربطوه بالكي بي نقطه هذه هي نفسها كي بي بهذا الشكل فوا اس بار نربطوها بهذا الشكل هذه بالنسبه لبوابه آند الاولى البوابه اند الثانية وش فيها متغير كيدي فوا اس معناتها ننشئ بوابه ان نربطوها بكيدي بهذا الشكل فوا اس ايوه وما بين هذا زوج كاينه كاينه جمع معناتها نحتاج بوابه اور بمدخل اذا ننشئ بوابه اور نربطوها بهذا الشكل اوكي والمخرج بوابه اور تاع الجمع نربطوها بدي سي وهنا كملت دي سي بعدها نروحوا اخر حاجه اللي هي دي, دي. المدخل دي دي وش يسوي جماعه يساوي كي فوا اس بار معناتها بوابه آن بمدخلين المدخل الاول نربطو بكيسي نقطه كيسي فوق هذا كيسي سي فوا اس بار بعد بوابه نوت هذا الخط. والبوابه الثانيه اند فيها شيفت ليفت فوا اس نرسمو بوابه اند المدخل الاول نسميه شيفت ليفت المدخل الثاني نسميوه نربطوه بالاس وما بين هذو المتغيرين كاين زايد اذا نشيو بوابه او بمدخلين نربطوها بهذا الشكل مخرجي بوابة N يكونوا في مدخلي بوابة اور ومخرج بوابة اور مربوطة بدي دي وهنا يا مبارك عليك راك صممت لي سجل نصف اوكتي هذا السجل يقدر يخدم زوج حوايج يقدر يخدم شحن تسلسلي ازاحه يمين او شحن تسلسلي ازاحه يسار وفقا للاس صحيح وهنايا كملنا تمرين رقم 10 كاين تمرين رقم 11 ورقم 12 للاساتذه واش مطلوب منكم مطلوب منكم صمم سجل سعته نصف الاوكتي يحتوي على مبدله اس، نفس السؤال اللي فات، اس يساوي صفر يصبح سجل شحن تسلسلي ازاحه نحو اليمين دورانيه، ماشي يمين، معناتها بنفس الطريقه اخدموا دي1 دي2 دي3 دي4 شكون حيتبدل؟ يتبدل يتبدل دي1 فقط، اذا دي1 واش يساوي؟ يساوي كي دي زائد شيفت رايت. وإذا كان أس يساوي واحد يصبح سجل الشحن وتسلسل الإزاحة نحو اليسار دورانية، إذا شكون يتبدل هنا دي واحد دي اثنين دي يبقى في ثابتين يتبدل دي أربعة، دي أربعة واش يساوي؟ يساوي ثلاثة زائد دي يعني بنفس الطريقة ما كان فيه حتى إشكال، وكي تكملوا التمرين رقم 11، روحوا التمرين رقم 12. كمان رقم 12 نفس الاسئله صمم سجل سعه ونصف اوكتي يحتوي على مبدله سم... هذه في هذه الحاله سمينا لكم مبدله لود اللي هي ال اذا كانت المبدله ال يساوي صفر يصبح سجل شحن وتسلسل إزاح نحو اليمين معناتها ال يساوي صفر خرج اربع معادلات تلقى دي اي يساوي شيفت رايت دي بي يساوي كي ا دي سي يساوي كي بي ودي دي يساوي كي سي بكل بساطة وإذا كانت ال يساوي واحد يصبح شحن تفرعي باستخدام مداخل معلومات أو واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة إذا دي أجمع يساوي يساوي أو واحد دي بي يساوي اثنين دي سي يساوي ثلاثة ودي دي يساوي 4 ومن بعدها خرج معادلة إجمالية وخدم نفس التركيب، هذو كي تخدمهم واش هما؟ هما مدخل لسجل شامل 74194 او مدخل لسجل شامل 74198 واللي راح ندرسوه الحصه القادمه ان شاء الله اللي هو سجل الشامل. هنا يا جماعه وصلنا للنهايه بالتوفيق للجميع، ليله سعيده للجميع، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.